أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. الحقيقة إحنا هنتكلم النهاردة عن موضوع ما تعودناش نسمع فيه قوي، لكن هنتكلم عن الانشورنس أو وثائق التأمين. في تأمين على الحياة، في تأمين على البيت، في تأمين على العربية، في أنواع كتير من التأمين. ويمكن إحنا كمصريين ما عندناش، أو عرب ما عندناش الثقافة دي قوي، إن إحنا متعودين إن إحنا ندفع أو نعمل وثائق تأمين. مؤخرا ابتدى شوية تأمين على العربيات علشان الزحمة زادت، عشان الناس كترت اللي بتسوق، علشان الناس ابتدت تجيب عربيات جديدة، عشان الستات بقوا يسوقوا، ففرص أو في التعرض لحوادث زاد، فالناس بقت تلجأ إن هي تعمل وثائق تأمين أو انشورنس على العربية. بس النهاردة هنتكلم، أو هنا في أمريكا الوضع مختلف شوية، فهو في تأمين على العربيات، تأمين على البيت، تأمين على الحياة، والحاجات دي كلها، كل أنواع واللي هنقول حاجات تانية مهمة جدا، ولازم نكون في حاجات لازم نكون بنعملها، لازم يكون في انشورنس. هنتكلم النهاردة عن إيه هو التأمين، وفي اكسبريشنز كتيرة أو مصطلحات كتير إحنا بنسمع عنها لكن مش فاهمينها، وأنا بكلم الناس اللي لسه جايين كمان أو العرب اللي موجودين بس مش عارفين يفهموا القصة قوي، أو مش عارفين يتعاملوا مع الموضوع التأمين أو الانشورنس قوي. فالنهاردة الحلقة عن التأمين، ولو حد عنده سؤال أهلا بيكو. خطوط التليفون هتكون مفتوحة من بداية الحلقة، بس في الأول هنكون بنوضح إيه هو التأمين والأنواع، وهنقول حاجات عامة، وهنبتدي نتكلم بدقة أو بتفصيل أكتر. فلو عندكم أسئلة أهلا بأسئلتكم، هتلاقوا رقم التليفون على الشاشة. ضيف حلقتنا اللي مبسوطين جدا يكون معانا، وأول مرة في قناة الكرمة، وأول مرة في برنامج من الحياة، وهيرد على كل أسئلتنا، هو الأستاذ إيهاب حنا، فارمرز انشورنس ايجنت. أهلا بحضرتك يا أستاذ إيهاب. أهلا بك. مبسوطين الحلقة دي، وعندنا أسئلة كتير، وزي ما سمعت كده كل الأسئلة اللي جات لنا قبل الحلقة، والأسئلة اللي مكتبينها، والأسئلة اللي هتجيلنا، فمش عارفة هنلحق نخلص ولا لا. ربنا يرتب إن شاء الله. طيب الأول عايز أعرف إيه هو الانشورنس، أو إيه هو التأمين بصفة عامة كده كتعريف لي. وطبعا الانشورنس أو التأمين هي عملية وقاية أو بتأمن، سواء على الشخص نفسه أو الغير، بحيث اني ضد كل الاخطار، اذا كان من ناحيه العربيات، من ناحيه الحوادث، من ناحيه البيوت، من ناحيه الحريق، او مثلا الواتر دامج اللي هو الـ يعني لو حصل حاجه في ليكينج مثلا في البيت، او مثلا ده من ناحيه العربيات، ده من ناحيه البيوت. في طبعا في ناس بيختلط عليها الهيلث انشورنس واللايف انشورنس. اللايف انشورنس والهيلث، الهيلث انشورنس ده طبعا ده تامين على تامين صحي، يعني اللايف انشورنس ده تامين على الحياه. طبعا في كمان الكوميرشال انشورنس والوركرز كومبنسيشن اللي هو للبزنس انشورنس. طبعا حد عنده محل، دكتور، دنتست، مستشفى، مصنع، شوب بتاع عربيات، ديلر، كل ده بيبقى لازم يكون عنده انشورنس. بزنس انشورنس بيبقى جنرال لايبيليتي. اصابه العمال، الناس اللي بتشتغل دي، لو حصل في اصابه للعامل اللي بيشتغل، المفروض لازم يبقى في المكان اللي بيشتغل فيه في وركرز كومبنسيشن، وده دلوقتي مانداتوري. يعني دلوقتي الستيت او بيعد وبيشوف المحلات بيس على الوركرز كومبنسيشن، لو ما فيش بيبقى فيها بيج فاين. طبعا لما نخش على الهيرث انشورنس، طبعا بنتكلم بقى عن الميديكال وأوباما كير وإيه القوانين الجديدة وكفر كاليفورنيا. فطبعا البلد هنا في أمريكا طبعا تختلف تماما خالص عن مصر. لو حد في مصر ما عندوش هيلث انشورنس، تأمين صحي، مش قصة، مش قضية، يعني هيقدر يدفع للدكتور، بس هنا ما عندوش هيلث انشورنس مش هيقدر يدفع يعني مصاريف العلاج. طبعا بتبقى يعني مشكلة. وطبعا في كل فرع من الفروع دي طبعا يعني كلام كتير قوي. طيب ايه الحاجات من اللي قلتها اجباري ان انا لازم اعملها، لازم اعمل التامين ده، وايه الحاجات اللي دي ترجع لي انا؟ طبعا لو بنتكلم عن العربيه، طبعا اجباري. انت النهارده ما ينفعش انك انت تشتري عربيه وما يبقاش عليها انشورنس. ده كمان دلوقتي بيصعبوا القوانين. لو النهارده البوليس وقفك انت وماشيه ولقي معكيش انشورنس، بتاخدي ممكن ياخد منك العربيه، وبتبقى بيج سايتيشن،
ده كمان دلوقتي ريسنتلي بديت اسمعه، لو انت حتى لو معاكي انشورنس ومش حاطه ورقه الانشورنس معاكي في العربيه والبوليس وقفك، فمعظم كان يقول ايه، هو هيديني سايتيشن، هيديني تيكت، وبعد كده بعد ما اروح المحكمه هبين لهم ان انا عندي بروف هشيلها. دلوقتي بيقول لك لا، ممكن التيكت ده يتصحح او لا. فلو البوليس قال لك لا ده ما يتصححش، حتى لو انت رحت المحكمه وقلت لهم انك انت عندك بروف انشورنس، برضه هدفع التيكت وهتتحط على الريكورد معاكي 3 سنين. فطبعا الانشورنس العربيه ده مانداتوري، يو هاف تو، يعني ما تقدريش، ده اجباري لازم، ده اجباري. اوكي. وطبعا نتكلم على انواعه. النهارده الهيلث انشورنس دلوقتي من ناحيه اوباما كير او كفر طبعا كاليفورنيا، هنا في امريكا برضو نفس القصه، البينالتي انك انت في التاكس ريتيرن، انك انت لو بتقدمي التاكس ريتيرن وما عندكيش كان هيلث انشورنس سواء ميديكال او كفر كاليفورنيا او كده، لازم نكون بنكتب بيديلك في بينالتي على حسب الشخص والاشخاص. فطبعا في كذا حاجه بتبقى البيزنس انشورنس ما ينفعش تدفعي، لو انت هتروحي تاجري مكان الليس كونتراكت ما بيديلكيش الليس كونتراكت غير لما يكون عندك للبيزنس بتاعك جنرال لايبيليتي انشورنس. النهارده لو انت بتروحي تاجري ابارتمنت لازم ادفع انشورنس، تعملي رينتر انشورنس، فبتشتري بيت لازم اللون ما يقفلش في الاسكرو غير لما يكون عندك فلوس كده، في مبلغ رايح للانشورنس. وفي بعض الحاجات بتبقى في حاجات لازم اجباري، وبعد كده ممكن يسيبوا لك بقى لو ايرث كويك مثلا، حاجات لو انت مش في الزون بتاع ايرث كويك او فلود انشورنس، فممكن بقى ده اوبشن بالنسبه لك. مش كل الناس عشان غالي قوي فمش كل الناس بالذات او الفلود انشورنس. اللايف انشورنس برضو نفس اللايف انشورنس برضو ده مش اجباري، لكن انا بعتبره اجباري لو الواحد بيفكر صح. تفتكر؟ طبعا انا حاسه ان بندفع فلوس ما هي دي اللي احنا هنوضحها النهارده، ان احنا عايزين نعمل عمليه ايه يعني تحريك لمخنا ازاي. وبالعكس انت اللايف انشورنس اللي محتاجه الفقير والغلبان اكتر من اللي عنده، عشان لاي ظروف بيلاقي فلوس. النهارده معظم الناس اللي جايه جديده ايه اللي بيقلقوه؟ ان هو يكون معاه 3 عيال وانا عندي قصتين حقيقيين حصلوا هنا في امريكا، واحد كان عامل واحد ما كانش عامل، وقد ايه الاسره دي اتبهدلت، وقد ايه الاسره دي صارت ناسها، وبكام؟ احنا النهارده لما ما هي دايما لما نقول هنصرف كام، يعني انا متاكد اي حد النهارده عنده البنك ستيتمنت الكريدت كارد بتاعه عم شور بتلاقي فيه حاجات كتير جدا بيصرفها في كلام فاضي. النهارده خد من حاجات الكلام الفاضي دي وابتدي حط فيها في الحاجه اللي عينيك مش شايفاها، اللي انت بتبص انك انت ده لو عربيتي اتجرحت او المرايه اتكسرت هيصلحوها ازاي؟ طب انت النهارده لو بيتك حصل فيه شرح وانت عمادي البيت ده، ابنك وبنتك هيتربوا ازاي؟ مراتك هتعمل ايه؟ تطلع بقى يعني انت يعني كده معنى كلامك ان اللايف انشورنس ده اهم انشورنس؟ طبعا طبعا. النهارده تأمين على الحياه. طبعا طبعا. وبكام؟ يعني النهارده لو انا جيت النهارده واحد عنده 40 سنه ولا 35 سنه وعنده طفلين ومراته، وجيت قلت له تعالى النهارده هعمل لك بوليصه تامين لمده 10 سنين او 20 سنه، هتدفع $30 في الشهر بمبلغ 250,000. ايه النهارده $30؟ شوف النهارده في البيت بتجيب قد ايه اكل وبترمي وحاجات زي كده وبترمي عيش. شوف النهارده ممكن تقومي جايبه قنوات تلفزيون وكذا قناه مش عارفه، بتدفعي باكج قد كده وانت اساسا ما بتتفرجيش على التلفزيون، مش عارف النت والنت ده لوحده. فالمشكله ان احنا النهارده عايزين نركز ان احنا نصنفر طريقه التفكير بتاعنا، طريقه التفكير، والحاجه اللي انت مش شايفها لازم تشوفها. طيب نبتدي الاول بانشورنس العربيات، وهناخد كل الانواع دي وايه المفروض يتعمل فيها والكلام ده كله. انا عايزه اعرف انواع الانشورنس في العربيات. تمام، هقول لك طبعا، بس قبل ما اخش عايز اقول لك على حاجه مهمه. انا راجل بتاع انشورنس هايل، ايهاب حنا. تمام، مين ايهاب حنا ده؟ انا قلت في التايتل فيلم لا انا اقصد يعني ايه ايهاب حنا هيعمل ايه؟ فانا اللي انا عايز اوضحه اوكي طبيعه شغلتك يعني الشركه فرق. مين وبعد كده بتقدم ايه؟ واخد بالك النهارده لما اجي اقول مثلا انا هجيب تليفونات من شركه كذا، انا عارف الشركه مين. فالشركه لما بتكون شركه قويه يبقى هيبقى في مصداقيه للكلام اللي هيتقال. يعني دايما اقول شركه كبيره قوي وايجنت مش فاهم ايه البرودكت بتاعه،
الضحية هو أنت، اعكسيها. شركة تكون متوسطة أو سمعتها مش كويسة وإيجن فهلوي وعمل يحط أرقام وكلام زي كده، طب ما هو أساسا لو حصلت الحادثة مش هيردوا عليك أو مش هيغطوا أو they gonna give you hard time. فالاتنين دايما بيمشوا مع بعض. طيب شركة كويسة وإيجنت شاطر. لأن ممكن شركة كويسة وأنا مش فاهم بعمل إيه وبديلك أي حاجة ما بفهمكيش وما ديكيش الفروق قد إيه. طبعا في النهاية هما مش هيدفعوا غير اللي احنا اتفقنا عليه ومقدتي عليه. فدي طبعا الاثنين. طب يعني معنى كده، معلش النقطة دي بقى هقف عندها شوية، يعني أنا ممكن أكون عاملة إنشورنس في شركة whatever مش الشركات الكبيرة قوي، بس اتحطيت في مشكلة ممكن ما يدفعوش الانشورنس اللي احنا متفقين عليه. في تصليح عربية مثلا، طب ايه اللي يضمني يعني؟ ليه ما هي شركة انشورنس. طب انا عندي الشهر اللي فات اتنين كان عندهم محلات توباكو وعاملين انشورنس وحصل عندهم سرقة في المحل وبيدفعوا كل سنة، بيتكلم الشركة، الشركة مش موجود، كلموا الايجنت انا ما اعرفش ان الشركة اسمها كذا كذا وبتاع، لا عارفين يوصلوا للأدجاستر عشان يعملوا كليم أو خدوا الكليم وما بيردوش عليهم، زي جيفهم هارد تايم. لكن النهاردة في شركات اللي هي ليها أسماء. بس ما فيش رقابة على الشركات دي؟ ما ماشي، بس النهاردة في رقابة. طب ماشي هاتيهم اجري وراهم. انت النهاردة ما بيبقى عندك المشكلة، انت انا عايز حل النهاردة قبل بكرة. يعني مش انت النهاردة لما بيجيلك فاتورة تليفون وفيها زيادة وبتكلمي مثلا فرايزن ولا اي تي ان تي على طول 24 اورز بيقولوا لك المشكله كذا كذا كذا، طب ما ردوش عليكي بروح لهم. طب اول اللي عندك يقول لك انا ما اعرفش يعني ما مش كل الشركات معروف مكانها طبعا. فده اللي انا اقصده، بحيث ان احنا نبقى عندنا برضو نعرف ازاي بتبقى معروفه الشركات الكبيره، بتبقى معروفه لو احنا لينا اصحابنا وقرايبنا هنا ليهم فتره هيقولوا لنا، لو احنا بنروح الكنيسه او لينا مجتمع نعرف حد يعني. بيبقى يعني طبعا دي هنا. طيب ارجع لسؤالك، انشورنس العربية بالظبط. انا مش عايز اتكلم كتير بحس ان انا ما لخبطش المشاهد، لكن انا عايز احطه في وضع. انا النهارده لما بقول انشورنس عربيات يعني ايه؟ يعني عندي لو حصلت حادثه ايه الانشورنس ده هيعمل لي ايه؟ انا بدفع 30 50 100 80 200 في الشهر، انا ايه اللي انا واخده؟ فحاجه اجسدها على الانشورنس المعمول عشان لو انا عملت حادثه. طيب انا النهارده ونبتدي نعرف نقول ايه هو الليبيليتي انشورنس بالظبط وفول كفرج، مع طبعا مع تحفظ كلمه فول كفرج، ما فيش حاجه اسمها فول كفرج. انا عندي في المكتب لو سمعت حد بيقول فول كفرج، طب احنا سمعناها من شركات التامينات على فكره. فايه بقى ايه هو الانشورنس؟ انا النهارده ماشي بالعربيه، لو انا النهارده ماشي بالعربيه حصلت حادثه ايه اللي بينتج عنه؟ ثلاث حاجات بتحصل للي قدامي وثلاث حاجات بتحصل لي يعني. الثلاث حاجات اللي بتحصل اللي قدامي، طبعا لما اتكلم على اللي قدامي يبقى انا عملت الحادثه وغلطتي. طب ايه اللي هيحصل اللي قدامي؟ ممكن الشخص الراجل اللي بيسوق اللي خبطته يتعور، ممكن يكون معاه مراته وعياله جوه العربيه يتعوروا، زائد العربيه اللي انا هخبطها اتخبطت عايزه تتصلح. وخلي بالك العربيه دي ممكن تكون عربيه واحده وممكن تكون عربيتين ثلاثه قدام، يعني كل واحد خبط في التاني. زي ما بنمشي في الفريوين نيجي نبص اربع خمس عربيات راكنين ورا بعض وانا المتسبب في الحادثه دي، وبرضه ممكن يكون الاشخاص اللي جواها برضه اتعوروا. ده اسمه اللايبيليتي. يعني ايه اللايبيليتي؟ يعني ده اللايبيليتي اللي في البوليسي بتاعتي اللي هي بتغطي الغير. هنا في كاليفورنيا سمعت ثلاث ارقام دول 15000 30000 5000. ده المبلغ اللي هيدفع لي، هيدفع للغير. احنا كله قلنا كله ده لل اللايبيليتي. احنا بنتكلم احنا لسه ما جبناش لسه الفول كفرج بالظبط. فاحنا كل ده بنقول ده الاساسي، ده المانداتوري، ده اللي هو يو هاف تو، ده لازم علشان ما تخربش بيتنا يعني. وفي نفس الوقت برضو القانون لو البوليس وقفك هو ده اللي بيدور عليه، ما هو مش عندك فول كفرج او لايبيليتي، لازم يكون عندك اللايبيليتي، ان هو في عندك انشورنس لايبيليتي للغير. ما هو هنا القانون بيقول ايه؟ حتى لو انت مفرط في حقك لكن حق اللي قدامك ده ملزوم منك، فهو ده اللايبيليتي اللي عليك، انك انت لازم تكون لايبل. فده يعني اقل حاجه لازم نكون عاملين انشورنس اللايبيليتي. تمام. اللايبيليتي ده بقى فيه ارقام. هل انا النهارده، طب انا افرض النهارده خبطت واحد وراجل اتعور حاجه بسيطه، طب افرض انا خبطت واحد ماشي بموتوسيكل، واحد معدي في الشارع ورحت شايله بالعربيه، يبقى اذا انا النهارده لو معلش هو الكلام صعب صعب ايوه، لكن this is reality. ربنا يحميني لكل يعني، بس طبعا ده حاجه ضروريه طبعا. احنا وي هاف تو بي، لا واحنا مش ماشيين لوحدنا في الشارع بالظبط كده. فده ممكن يحصل في اي لحظه طبعا. خلاص انا دايما بقول العربيه بتاعتك دي زي المسدس،
هل ينفع المسدس ده ممكن يعني ايه؟ يعني زي لما يجي حد يقول لي مثلا ممكن تسلفني عربيتك اروح بيها مشوار، تقدري تسلفيني المسدس بتاعك اقتل بيه حد؟ ذا سيم. ليه؟ لان دي عربيه ماشيه على الارض، ممكن تكسري بيها مرايه عربيه وممكن تقتلي بيها بني ادم، وفي حالات كتير وصاحب العربية هو اللي هيلبس فيها هو اللي بالظبط هيتضرب. صحيح كده. فنرجع تاني عشان نحط المشاهد، يبقى هنا كاليفورنيا بتقول لنا المينيمم، بتكلم على كاليفورنيا 15,000 اصابه جسديه للشخص الواحد، يبقى انا خبطت واحد اتعور 15,000. طب افرض معاه مراته وعياله، يبقى الماكسيمم اللي هتدفعه الشركه 30,000. طب للعربيه اللي انا هخبطها 5,000، يبقى 30 15 15,000 شخص 50,000 اصابه جسديه، يعني 30,000 ضعف الرقم لو اكتر من واحد، بعد كده 5,000 للعربيه اللي انا هخبطها، ده اللايبيليتي. انا هسيب الارقام دي زي ما هي عشان ما اقربش. لما اجي اقول بقى كلمه فول كفرج، ايوه هبتدي ابص على الثلاث حاجات اللي ممكن تحصل لي. انا ممكن اتعور، ممكن يكون معايا حد جوه العربيه يتعور وعربيتي هتبوظ، انا واللي معايا في العربيه زيرو. عشان يعني كده بقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها فول كفرج. يعني ايه زيرو؟ يعني ايه زيرو؟ يعني مالكش حاجه، يعني لو ما غطيتك ياخدش، هياخد تعويض، زيرو، مش هياخد اتس تعويض. زيرو، اتس ا بيج او. يعني لو اتعورت، عملت حادثه لو وتعورت، غلطتي خلاص زيرو. بقى. يبقى الله، امال ايه معنى كلمه فول كفرج؟ هنا بقى العنصر الثالث اللي هي عربيتي، لو انا جايبها 2014 2017 بغض النظر نوعها ايه، هتتغطى بالكامل. يبقى الفول كفرج على العربيه، مش على مش على اصابه الاشخاص اللي الاشخاص. جوه. طبعا في ممكن تضيفي ميديكال كفرج، بس الميديكال كفرج كل شركه وعلى حسب بيبقى ليها ليميت معين، لكن في الغالب معظم الناس الفول كفرج بتاع العربيه نفسها، وبيعتمد ان هم عندهم ميديكال او هيلث انشورنس يغطي. يبقى اذا انا النهارده لو عندي عربيه 2015 او 2017، عندي فول كفرج، ماشي بالعربيه، خبطت واحد عنده عربيه مرسيدس، عربيه هوندا، والعربيه دي هتكلف 15,000. وعلى فكره الموضوع ده حصل ريسنتلي مع حد لسه جاي من مصر، وبنت صيدلانيه من غير ذكر اسماء، ولقيت الكاهن بيتكلم بيقول لي على فكره الحق ده، في واحده فلانيه فلانيه دي عملت حادثه وجاي لها جواب من الكورت واخدينها ب 11,000 دولار لازم تدفعها، وعندها فول كفرج. فاللي حصل بقى ايه؟ ان البوليسه بتاعتها عندها 15,000 اصابه جسديه للشخص اللي قدامها، 30,000 اكتر من واحد، 5,000 العربيه اللي خبطت، هي عندها فول كفرج وعندها العربيه عربيتها بتاعتها، هي. عربيتها كلفت 4,000. فالشركه صلحت لها عربيتها، بس قالوا لها استني، انت خبطتي عربيه 2011، العربيه دي الخبطه بتاعت العربيه توتال لوس، فالعربيه هتكلف 16,000، انت عندك الليمت بتاعك 5,000. فدفعوا ال 5,000 والمحامي رفع عليها هي قضيه بال 11,000 دولار، وانا عندي ايه؟ فول كفرج. يا خبر. يبقى اذا انا ممكن يكون عندي فول كفرج بس ما يغطيش حجم يغطي اللي قدامي الحادثه. ب 5,000، وممكن يكون عندي فول كفرج ويغطي اللي قدامي بنص مليون. طب لا، سؤال بقى، يعني انا وانا بعمل وثيقه التامين فول كفرج ببقى بحدد بالظبط اللي قدامي كام وانا كام؟ طبعا، عشان كده انا النهارده معلومه جديده خالص. عشان طبعا انا النهارده لما باجي بعمل الانشورنس اقول له ثانيه واحده، يقول لي رايك ايه؟ اقول له ما فيش حاجه اسمها رايي، انا راجل بتاع معلومه هشرح لك الفروق، اقول لك لو احنا عملنا الليمت بكذا 15 30 5 بكذا، طب لو عليناها 50 100,000 50,000 بكام، ولو عملناها 100,000 300,000 و100,000 بكام. عشان كده النهارده معظم مرسيدس بي ام هوندا لما تيجي تاخدي عربيه ليس يقول لك انت عندك فول كفرج، بس استنى المينيمم يكون عندك اصابه جسديه للغير 100,000 300,000 للغير، بيشترطوا. ليه؟ عشان النهارده هو لو عمل حادثه ودخل محامي في الموضوع بيرفع قضيه على اللي كان سايق، ومين صاحب العربيه؟ طب مين صاحب العربيه؟ الليس كومباني. فيجي يقول لك هم طبعا بيحموا نفسهم اليومين دول، بس يقول لك لا، انت يبقى انت النهارده مينيمم لايبيليتي لازم يكون عندك 100,000 300,000 للغير. وبرده عشان المشاهد هيجي يقول لك لا، طب يعني انا النهارده حدي مثال بسيط، طب انا وحدي مثال للاخت اللي حصل معها الحادثه دي، البنت دي كانت عندها فول كفرج وعندها 15 30 5 للغير، وكانت بتدفع
$80. بس ده 15 30 5 ده اللي احنا اتفقنا اللي هو للغير الليبيليتي. تمام. لكن مش الفول كفرج المفروض يكون اكتر من كده؟ لا ما احنا اتفقنا فول كفرج يعني ايه؟ يعني العربيه بتاعتها بس بتاعتنا. فانت عندك فول كفرج لعربيتك. اوكي. بس للغير على حسب ما انت تختاري. فهم دول بس اللي متحددين 15 30 5. انت بقى تعمليها 25000 50000 25 تعمليها 100000 300000 100000 تعملها نص مليون مليون. تعملي امبريلا كمان فوقيها بمليون. صح كتير. ما بالظبط تعالي بقى ناخد في الحته دي. ايوه. شوف انا هدي لك مثال مع واحده حصل لها حادثه سي ان هي كانت بتدفع $80 فول كفرج بس الارقام اللي قدامها 15 30 5 انا هسيب كل حاجه زي ما هي بس حاجه اقول لها العربيه اللي انت هتخبطيها بدل ما 5000 تغطيه هخليها 25000 هي كانت بتدفع 80 تفتكر هتدفع كام بيك نمبر هي كانت 5000 للعربيه اللي هتخبطها كانت بتدفع كام في الشهر 80 100 هنخليها 25 50 سنت ايه ده بس في الشهر بالشهر ايه ده متاكد لان هي $3 عشان حولنا البروبرتي دامج او العربيه اللي هي خبطتها من 5000 ل 25000 يبقى اذا انا النهارده لو عندي اللي قدامي 15 30 5 هعملها مثلا 50000 100000 50000 وانا بدفع 80 كود بي 86 $5-$6 فدايما انا لما بنيجي نعمل الكود للشخص اللي قدامنا اقول له بص انا هدي لك همشي معاك مراحل يبقى احنا 50 150 انت هتدفع 100 80 86 طب انا هعمل لك 100000 300 100000 بقت 91 يبقى اذا انا كنت كايجنت امين وضحت له المخاطر والفروق في الكفر والفروق في الاسعار يقول لي طب انت رايك ايه؟ اقول له طبعا رايي كل ما تحط كفر احسن يحميك بس انت بقى تقول وعندنا للاسف معظم الناس هو بيعمل العشرة $10 الفرق في الشهر بيج نمبر يا عايز الارخص لكن لما بتيجي تحصل الحادثه بيبقى عايز التغطيه كامله انت بتهزر ايه $10 دي ايه $50 ايه $70 زياده فنغمه التون والفكر عشان هو اتحط في المشكله دي بتتغير فعشان كده احنا بنكون امنا احنا مسؤوليتنا نوصل المعلومه مره واثنين وثلاثه وهبت وبعد كده اتس اب تو يو طيب عايزه اقول لك ان في معلومات لاول مره انا بعرفها رغم ان انا عامله طبعا انشورنس على العربيه بس ما اعرفش التفاصيل دي. طيب فكره ان لما بعمل حادثه والانشورنس بيغطي مصاريف الحادثه بس بعد كده بدفع اكتر، ايه فكرتها؟ ليه ادفع اكتر؟ ما انا بدفع ما انا دافعه سنين طويله قد كده. الهيستوري بتاعك الريكورد بتاعك ما عشان كده النهارده ايه اللي بيحدد الانشورنس؟ يعني ده سؤال جميل وممكن انت بتتطرقين ان احنا نرد عليه 7-8 نقط عشان كده ده مش كده بس يجي يقول لي ده انا معايا ابن عمي جايب نفس العربيه وشارينها من نفس الديلر هو بيدفع 80 وانت بتدفعني 100 يبقى اذا ايه اللي بيحدد الانشورنس سنك قد ايه سن المرحله العمريه طبعا الريكورد بتاعك انت عامله حادثه او واخده تيكت فانت عندك الهيستوري بتاعك مش كويس طب ايه علاقه التيكت برضو بانشورنس العربيه انا ما عورتش العربيه في حاجه هاي ريسك انت ما بتسوقيش كويس طب تيكت ايه ما هو اتس ماتر اوف ريسك يعني هي الموضوع انت بتعملي الانشورنس على اساس ايه الريسك يعني انت النهارده لو انت معاكي عربيه هوندا تدفعي لها $100 في الشهر وفول كفرج وعندك ابنك 16 سنه عايزه تضيفيه معاكي هتبقى 300 في الشهر الله طب هي نفس العربيه ونفس الادرس وانا مامته يعني ما فيش تغيير ونفس الكفر بس النهارده انت يعني بتكلم عن ده واحد عنده 40 سنه فانا اديت له 24 سنه اكسبيرينس قلت ان هو بيسوق من سنه 16 سنه فاديت له اكسبيرينس درايفنج 24 سنه لما باجي بضيف ابنه بشيل الاكسبيرينس بتاعته باخد الهاي ريسك فالولد 16 سنه عشان لسه بيسوق جديد زيرو درايفنج ومش كده وبس انا النهارده لو عندي بنت وولد الولد 3 أضعاف الانشورنس لا مش فاهم يعني انا النهارده لو عندي ابني انا بدفع 200 في الشهر في عربياتي وجبت ضفت ابني 16 سنه هدفع 500 طب لو بنتي هدفع بس 300 طب ليش ما لان البنت عارفين ان هم الفيميل ده ما بيبقوا جبنه خايفين بيمشوا بحذر ايه ده فعلا يس
لكن الولد عارفين ان هو ما بيبقاش ماتيور، فعايز يامرك وعايز يطلع ومع اصحابه وكلام زي كده وبتاع. فكل حاجه في القانون بتاع الانشورنس اتس ماتر اوف ريسك، فكل ما بيحس اللي قدامه في ريسك اكتر، ايه الاحتمالات ان هي ممكن تحصل حادثه، فهو بيزود ولد صغير متهور ما عندوش خبره ده بلاش المنطقه. يعني عندي في ناس كانوا ساكنين في وسط مينيستر بيدفع 180 لعربتين فول كفرج. طب ايه علاقه راح لوس انجلوس غيرنا بس الادرس بقى 310. ايه ده؟ يس. ليه؟ علشان زحمه يعني؟ عشان المنطقه هناك المعدل الحوادث فيها اكتر، السرقات فيها اكتر، فهم عندهم بالزيب كود. لا لا كده حرام. بصي هو الحلو ان في سيستم، يعني في سيستم بيبقى رابط الكل، فكل عشان كده ما فيش حاجه اسمها اشمعنى قريبي بيدفع كذا وانا بدفع كذا. يبقى احنا اتفقنا اللي بيحدد الانشورنس ايه؟ السن، السن، المنطقه اللي انت ساكن فيها، الريكورد بتاعك، نوع العربيه، نوع العربيه. يعني النهارده مثلا يجي واحد مثلا عنده 2017 هوندا يقول لي انا بعتها وهجيب 2005 مرسيدس، المفروض ال 2005، ويقول لي انا جايبها كلها ب 7000 دولار بس ال 2017 هوندا كانت ب 22000. انشورنس اغلى. اي انشورنس ال 2015 الخمسه المرسيدس اغلى من 2017 هوندا. ايه ده فعلا؟ عشان مرسيدس؟ مع اني بصي قيمتها كعربيه طبعا ارخص بكتير لانها دي قديمه. قديمه. ليه؟ لان الليبر والبارت بتاعت العربيه فيري اكسبنسيف. عشان كده النهارده لما تروح تجيب عربيه قديمه يديها لك رخيصه لكن بيلم ثمنها منك في التصليح. فلما تروحي عند اي ميكانيكي تصلح العربيه، عشان كده العربيات المرسيدس والبي ام دبليو القديمه محدش بيقرب لها بالظبط، واخد بالك؟ فشوف مثلا احنا بنفتح نقط ايه اللي بيخلي. فاذا النهارده انت تحط نفسك، ما هو تاني هقول ايه؟ يعني احيانا مثلا واحد يكلمني يقول ايه؟ يا عم احنا نثق فيك، انت راجل كويس وانت عامل لناس كتير ومش عارف كلام زي كده وبتاع. مفيش حاجه اسمها كده. ليه؟ انت اللي لازم تفهم ليه؟ لان الانشورنس ده ملهوش سقف. طب ماشي، ما الناس جايه برضو، ناس معذوره يعني، الناس جايه من مصر زي ما بقول لك، احنا ما عندناش الثقافه دي قوي، الا اللي جاب عربيات عزيرو في مصر وابتدى يعمل انشورنس، وبرضو قصه مختلفه. فهنا برضو اهو انشورنس وخلاص. انت النهارده الثقافه لما بتروح تشتري كمبيوتر تعمل ايه؟ تخشي اونلاين طبعا بعمل سيرش عليه. ده اللي يهمني النهارده، ان المشاهد او الشخص يبقى فاهم القصه، يعني لازم يبقى ما فيش حاجه اسمها اتكل على فلان. ليه؟ يعني انا طبعا هقول لك حاجه، مثلا واحد يجي من مصر من جديد يجي يقعد معايا يقول لي طب انا عايز افهمه ايه ال 15 30 وايه ال 50 100 300 ويقتنع، ويبقى يلاقي الناس والفرق مثلا ايه 10 دولار في الشهر ويقتنع، يقول لي بس اديني فرصه عشان ابن عمتي معايا هنا من زمان فانا عايز اساله. يساله ابن عمتي يقول له ايه؟ يا راجل ده احنا لينا سنين هنا ولا بتحصل حاجه، يا عم خد ارخص حاجه. ما بتحصلش حوادث. يلا دلوقتي اكتر حاجه الحوادث اساسا، خد ارخص حاجه. يجي بعد كده الشخص اللي عمل انشورنس يعمل حادثه، هو اللي يدبس فيها ابن عمه بيتفرج عليه. فاللي انا عايز اقوله ما تديش دماغك لحد. دي النهارده ده ريسك لحياتك. فانت النهارده لازم ما هو بصي كده كده هتفهم، كده كده هتفهم، نفهم الاول والدنيا في ايدينا احسن ما تبقاش الدنيا في ايدينا وغصب عنك هتيجي تفهم تقول ايه ده؟ ازاي؟ ده انا عامل فول كفرج، يعني ايه ياخدوني المحكمه ب 11000؟ انت مش قايل لي يعني ايه فول كفرج؟ تخش تقتل اثنين وتضيع ثلاث عربيات فول كفرج؟ مفيش حاجه اسمها كده. طيب بمناسبه المحاكم والقضايا اللي بتطلع، في ناس كانت يعني بتكلمنا بتقول عليا قضيه علشان حادثه وكذا. انا مش فاهمه ايه قصه القضيه وحادثه، يعني ليه بيبقى في قضيه؟ انا عندي حد كان بيشتغل عندي وعليه فلوس ولازم يسددها. ده مش كده وبس، في واحد يجي يقول لك ايه؟ واحد يجي يقول لك يا راجل انا ما عنديش حاجه، هيعملوا لي ايه؟ هياخدوا مني ايه يعني؟ هياخدوا منك ايه دلوقتي؟ لما لو راحت المحكمه وخد جادج عليه، احيانا المحامي يعمل ايه؟ يقدر يعمل سيرش لغايه لما يشوف، ودي حصلت عندنا، يعمل سيرش لغايه لما يشوف انت بتشتغل فين. انا جت عندي في المكتب كان حد بيشتغل وكده، وفجاه لقيت جواب من المحكمه جاي بيقول فلانه الفلانيه كانت حصلت حادثه وهي عليها محكمه بفلوس كذا كذا كذا، وعرفنا ان هي بتشتغل في المكان الفلاني، من فضلك لما تيجي تديها شيك بتاعها كل مره اخصم منه النسبه دي
وبعت لنا الفلوس على المحكمه تحت الكيس نمبر ده. فاهمه ازاي؟ اوكي، يعني دول ناس اتضروا من ناس، ما يعني حصلت حوادث وما عندوش انشورنس يكفي، او ما عندوش انشورنس. في ناس طبعا مش بيبقى عندها او ما عندوش او ما كفاش. طب ايه فكره الناس اللي ما عندهاش انشورنس وبتعمل حسا وتجري؟ ممكن يكون مثلا الانشورنس بتاعه 6 شهور وهو بيدفع بالشهر، ونسي مدفع الشهر اللي فات والبوليس اتكنسلت وهو مش داريان. اوكي، بلاش. لكن كان لازم في الاول يعمل انشورنس، يعني هو اكيد كان عامله من الاول، بس ممكن يكون لسه جاي بالعربيه. يعني انا بيجيني ناس كتير لسه جايه من مصر حاليا، ولي 4 5 ايام جايب العربيه قديمه، عامل حادثه بيها، ولا شغال رايح جاي بيها من غير انشورنس، هو مش عارف. ما فيش بوليس وقفه، بس ما تعرضش لحاجه، واخد بالك؟ فبقول له، اركن العربيه، ما تتحركش بيها لغايه لما تكون معاك الانشورنس. طيب لما بيحصل مشكلة دايما بيتقال لي لا، لو زاد عن ال $500 انت تدفعي، سوري الشركة هتدفع. فايه بقى، ايه فكرة الفلوس اللي انا لازم ادفعها في كل حادثة ولا في كل حاجة بتاعتي؟ لما يبقى عندك عربية فول كفرج، عربيتك فول كفرج، العربية نفسها، فبيبقى في حاجة اسمها ديدكتبل. ديدكتبل، فايه الديدكتبل ده؟ الديدكتبل ده بيجي يقول لك لو انت عملت الحادثة، سواء كانت غلطتك او هيت اند ران، خبطك وجري، او نزلت لقيتيها مخبوطه، او اللي خبطك غلطته ومعاه انشورنس ولسه ما حددوش غلطه مين ومش عايزين يصلحوا لك، ففي الحاله دي بتتصلي بشركتك، فبيجي يقول لك في البوليس انت بتعمل، يقول لك طب ماشي، احنا عندنا الديدكتبل 500، يبقى اذا احنا مش هنلمس ايدينا في العربيه غير لو الدامج في العربيه اكسيد او اوفر ال $500. طب ليه ناس بتحط 500 وناس بتحط $1000 وناس بتحط 750 وناس بتحط $250؟ لان كل ما الديدكتبل بيقل كل ما الانشورنس بيبقى في الشهر اغلى. كل ما الديدكتبل يزيد كل ما الانشورنس يبقى ارخص. يعني كل ما كان المبلغ اللي انا بدفعه لما بعمل لو حصلت حادثه، كل ما زاد الانشورنس المبلغ اللي بدفعه كل شهر ارخص. كل ما لكن لو قل المبلغ اللي بدفعه كل لانك شهر. انت نسبه التحمل اللي عليكي صغيره، فكل اللي هيطلع منك $250 والشركه هتعمل الباقي. فدي طبعا متعارفه، عشان برضو لما بنيجي نعمل الكلام ده كله بنفهم الناس فاهمين ان كل حاجه هتدفع. طب انا هدفع ليه؟ اخد بقى من نقطتك هنا، واخد بالك؟ يبقى واحد يجي يقول لي طب انا احط 50000 100000 50000 للغير وعندي الديدكتبل 500، هدفع $100، ولا اعمل 100000 300000 100000 للغير والديدكتبل 750 وهدفع نفس ال 100، تاخدي انهم؟ لا، متهيألي اللي هي ادفع 700 و100 نفس في كل شهر، وتاخدي 100 وتاخدي. ليه؟ لاني لو حصلت الحادثه هيضمن لي تغطيه اكبر، وانا مش هتخرب هتورط من ال $250. مش هتورط. يبقى اذا احنا بندي كمان اوبشن للناس، اجي اقول له بص حبيبي، يعني انت النهارده لما بتعمل كذا كذا لو حصلت الحادثه ليها مخرج ال 250، لكن مالكش مخرج من ال 100 300 في الارقام العاليه. ففي حاجه اسمها ان انشور موتورست. يعني ايه؟ طب افرض ان انا اللي خبطني ده ما عندوش انشورنس، واخد بالك؟ فاذا في حاجه في اللايبيليتي وليها حاجه في الفول كفرج. ان انا فول كفرج لو اللي خبطني وما عندوش انشورنس، واقول ان انشورد، وهقول يعني ايه ان انشورد؟ ان انشورد ممكن يكون معهوش انشورنس، طبعا مع كلمه ان انشورد، او ابنه بيسوق العربيه وعليها انشورنس بس هو مش ضايف ابنه. اوكي، ففي الحاله دي الشركه هتقول لك ام سوري، احنا وي ديناي لايبيليتي، لان هو ماضي ان ابنه مش هيسوق، ده اسمه ان انشورد. خلاص، تختلف عن هيت اند ران، عشان كده الناس بتتلخبط، يقول لك انا واحد خبطني ومعهوش انشورنس وانت عامل لي ان انشورد. اقول له حبيبي ما فيش حاجه ريليتد لدي، دي ان انشورد وده هيت اند ران جري. لازم 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 تثبت. ففي مصطلحات ناخد وقتنا، لان زي ما قلت العربيه دي ممكن تسبب مشاكل كتير قوي وممكن تاثر على مسابقتنا، فندي نفسنا الوقت ان احنا نفهم. ده حقيقي، هنفهم والدنيا في ايدينا. لا ده كويس، لا فرصه يعني. انا نفسي في حاجات كتير وفعلا زي ما بتقول، يعني بيبقى الناس في مستقبلها بتضيع بسبب القصص دي. يعني ناس بتكلمنا، انا افتكر من 3 سنين او 4 سنين كان عندي اسره،
عاملين 100,000 300,000 100,000. وكان مثلا في الاربع عربيات كان بيدفع تقريبا 280. فانا بعمل لها البوليسي من زمان، قلت لها لو عملناهم 250,000 500,000 هيبقى الفرق 13 دولار. قالت لا لا ده كويس قوي ومش عارف ايه وبتاع، بس فاين دان. مضت. جوزها عمل حادثه غلطته، الست اللي خبطها عمل لها مشكله في ظهرها، فقعدت تعمل عمليه في عمليه وكلام زي كده. فقعدنا نبعت نقول له خلي بالك احنا النهارده دفعنا 20,000 جت من فاتي الكلينك، وبعد كده دفعنا 30 50. قلنا خلي بالك احنا دفعنا الماكسيموم للشخص الواحد 100,000 دولار. النهارده المحامي ضرف عليه قضيه ب 80,000 دولار مور ميديكال بيلز، وعشان ما هوش حط لين على البيت بتاعه. وكان الفرق كام؟ 13 دولار في الاربع عربيات من 100,000 300,000 250,000 500,000. في الاول هو بص لها ازاي؟ قال لك لا 13 دولار لا لا كل شهر كتير. بعد ما حصلت 13 انت بتهزر؟ ده انا ادفع 100 دولار زياده. بس ما كانش بيتي او شقه عمري راح مني. في حاجه تانية يجي يقول لك طب انا دلوقتي انا عندي مشكله في ابني، ودي بتحصل كتير وانا بحذر الناس منها. يجي يقول لك طب انا عندي ابني لما عندي 3 4 عربيات دي بي ام ودي مرسيدس وكام كده، لما ضفت الواد ابني بدل ما كنت بدفع 4,000 في السنه بقيت 10,000 في السنه. فالناس قالوا لي يا راجل حطه مع شركه اي كلام بره خلاص، بحيث ان هو يدفع فلوس قليله وانا في نفس الوقت ابقى حامي بيتي وما يجوش على حاجتي. ايه رايك؟ لا يعني مش عارفه، لو طبعا شركه اي كلام انا مش عارفه هتغطي ولا مش هتغطي اساسا يعني. طب ماشي ما هم ما جوش عليك. فعلا حصل ابنه حصل حادثه والشركه كان حاطط المينيموم ودفعوا المينيموم ومرفوع على الولد قضيه ب 100,000 يا خبر. طب انت حميت نفسك حلو. بس الولد لا. طب ما انت ما هي ده المفروض العكس يعني. بالظبط. او مثلا لسه برضو من اربع خمس ايام كنت هتجنن في الموضوع ده، اسره معايا وحد من بره قال له يا راجل اعمل نون اونر بوليسي لابنك وخليه يشيله، وفعلا راح دفع 800. طب ايه النون اونر بوليسي؟ ان هو ان ابنه يسوق. في عندنا بوليسي بيبقى نون اونر، ان هو نون اونر بوليسي ان هو تبقى لايبيليتي لاي عربيه يسوقها مش بتاعته. اوكي واخد بالك؟ فقال لك بس انا ابن الريكورد بتاعه وحش هعمل له نون اونر بوليسي بره ب 850 دولار واوفر 2000 دولار في الست اشهر او 3000 دولار في الست اشهر عشان الواد معايا موجود على العربيات. طب ازاي؟ لانك انت الكونتراكت اللي ماضي عليه بيقول لك اي حد ساكن في البيت بتاعك اكتر من 16 سنه معاه درايفر لايسنس بالقانون لازم تضيفه او تعمل حاجه اسمها اكسكلودد درايفر، يعني انت هتمضي وتتعهد ان ابني ده مش هيسوق. اذا الولد انت مضيت والولد بالبوليسي الثانيه عمل حادثه في عربيه من عربياتك ما احنا مش هنغطي. بالظبط هتبقى يعني مشكله. يعني الموضوع كبير قوي. طب ناخد تليفون ونكمل. معانا الاخ ماجد من نيوجيرسي. اهلا بحضرتك. اهلا اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك اتفضل. اهلا بيك. ممكن اكلم الاستاذه هاب؟ شور اتفضل. حضرتك انا كنت عاوز اقول له انا حصلت معايا حادثه في نيو جيرسي من سنتين وكده، كنت ماشي على الهاي واي بس في سايد رود يعني. فاللي حصل ان الانذر بيرسون خبطت العربيه بتاعته بس من الجنب من ورا، من الجنب اللي هو من اخر العربيه وكده. فالانشورنس اللي كان معايا 1 دولار بوليسي، ما كانش العربيه ما كانش بتاعتي، كانت بتاعت بابا وكده. فدلوقتي هم رافعين عليا قضيه بقى لها سنتين. البوليس ريبورت هو قال 50-50 يعني مش غلطتي ولا غلطتها. فهماني؟ لان هي بتقول ان انا كسرت الاشاره وانا بقول انها كسرت الاشاره. هي ما كانتش غلطتي عموما يعني. فدلوقتي هم رافعين قضيه والمحامي بتاعهم بيبعت لي في ورق، والراجل دلوقتي القضيه قربت تخلص وتوصل المحكمه. فهو بيقول ان هو اتعالج وعمل عمليه وكلفت 250,000 دولار، انا الانشورنس بتاعي ما بيكفيش، بس هم الانشورنس بتاعهم فول كفر، كانت عربيه ليس بتاعتهم، وبعدين هو المحامي بتاعهم شامل ثلاث شركات تامين اللي هي شركات التامين بتاعتهم هم بتاعت العيله هنا في نيو جيرسي، من حق ان هو يضم شركه التامين بتاعت العيله، شامل شركه التامين بتاعت العربيه بتاعتهم وشركتين تانيين.
فانا مش عارف يعني، انا كل ما اروح للمحامي وبتاع ما يرضاش يقول لي ديفنس، انا مش هاخد الكيس، هو عاوز حاله اللي هي ايه يعني، عاوز يجيب فلوس يعني، عاوز حاله يدخل فلوس وكده بس. ايه رأي حضرتك؟ هو طبعا القانون في نيوجيرسي بيختلف شويه، بس طبعا الكونسبت واحد، فكون ان هو بيقول 50 50 طبعا مش هيسيبوه. ليه؟ لان هو يعني هو هي متحمله نص الخساره وهو متحمل نص الخساره، فلازم يكون بيدفع. حته ان هي عندها فول كفرج فهتتعالج، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان الفول كفرج هيغطي لها عربيتها، لكن ممكن في حاجه بس دي يعني احنا عندنا ما اقدرش احكي عن باقي الشركات، انك انت لو عندك ان انشورد موتورست واللي خبطك موجوده هي حضرتك في نيوجيرسي، لو هو عنده ان انشورد موتورست واخد بالك برقم كبير اصابه جسديه، مش ان هو عنده فول كفرج، ان هو عنده ان انشورد وهو في غلط من عليك انت، يبقى في الحاله دي هم خدوا الانشورد بتاعك از ا برايمري كبادلي انجري، والانشورد بتاعه هو بالبادلي انجري ان انشورد موتورست بي اي از ا سكندري. معانا يا اخ ماجد سامع؟ مع حضرتك. واخد بالك حته بقى تعمل ايه؟ طبعا يعني ما هو اي محامي النهارده لما بيجي بياخد الكيس هو بيهمه ان هو عايز يجيب لك تعويض، عايز يستفيد عشان التعويض اللي هو هيجيبه لك ياخد منه نسبه. فلما بيحس ان التعويض ما فيش تعويض، طب ما هو هياخد يعني انت عايزه ان هو ديفند يو، يبقى يعني انت لازم تدفع له فلوس. فعشان كده طب سؤال لحضرتك بس، هو حضرتك دلوقتي هو بيقول ان هو عمل عمليه، ايوه مع حضرتك، هو دلوقتي بيقول ان هو عمل عمليه ويطالب مثلا 200 كلفته 250 الف دولار. ما هو يقول اللي عايزه، ما هو ممكن يكون ده حقيقي حصل. ما هو هنا بقى الارقام. طيب هو حضرتك غالبا بتسمع من التلفزيون، فايد في التلفزيون وسمعنا من التليفون. اوكي. فهو عشان كده احنا النقطه اللي بنتكلم فيها، انا مهم قوي ان انا بعرف ايه الارقام اللي في البوليسي عندي. فانا لو عندي النهارده بوليسي فيها 250 الف و500 الف، ما كنتش النهارده اتحطيت في الموضوع ده وكان الانشورنس بتاعي هو ديفند مي، لان انا عندي الانشورنس بتاعي اللايبيليتي بتاعي الليمت عالي فغطى. وبعد كده بص بيقول لك هو ايه، بيقول لك هو يا دوبك خبط العربيه من الجنب التاني عملوها بيج ايشو. ما هو النهارده ما اصل النهارده ايه، ممكن فعلا يكون اتعور، ممكن يكون، ما هي دي فكره ان في ناس يعني. انا بشكرك يا اخ ماجد لسؤالك، ونتمنى يعني ان يكون الرد واضح او عرفت هتعمل ايه. بس في ناس بيتبلوا عليك يعني، في ناس بيكبروا الموضوع عشان يستفيدوا. يبقى انا النهارده اعمل ايه؟ ما انا كمان مش عايزه الناس دي تستغل الموقف. معلش يعني بس ما حصل النهارده ان انا في سيستم، السيستم عندي بيقول ايه؟ ما فيش حاجه اسمها تحط عندك 15 الف. احمي نفسي ازاي؟ عندي شركة قوية وعندي كفر كويس يحميني وفرق فلوس قليلة واحمي نفسي. ما هو النهارده فكرة الانشورنس ليه؟ ما انت النهارده زي ما حكينا، ماجد ماشي بالعربية، ماجد ممكن كسر، ممكن يكون يكسر مراية حد، وممكن يكون خمسة ستة اتعوروا. فعشان كده لازم، ما فيش حاجة اسمها 15 30، ما فيش حاجة، لازم تبقى يعني قليل قوي قصدك. والفروق كلام فاضي. يعني الفروق اللي بندفعها في الشهر كلام فاضي، لكن التعويض بيبقى اكتر. دخلت ستاربكس شربت قهوه وما عجبتنيش ورميتها 5 دولار، حتى لو عجبتني يعني. فاهم ازاي؟ يعني لو احنا بنبص بقى على الاستفاده ان احنا بنستفيد ولا لا. فما هي دي النولج. احنا عندنا في بيوت وفي شباب كتير بيخسروا مستقبلهم عشان نتيجه، بالظبط ده حقيقي، نتيجه حادثه. طيب قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي، ايه المقصود بنسبة الاستهلاك؟ او هل العربية لما بتقدم شوية الانشورنس بيقل ولا ايه؟ تمام. ولا بيزيد؟ بصي هو طبعا العربية كسعر في الانشورنس اتس وان فاكتور من 20 فاكتور. فيعني هقول لك عشان برضو ارد على السؤال ده، لو انت عندك عربية 2013 هوندا اكورد ورحت للديلر، خلاص الليز جه، جبت العربيه ال 2017، ممكن يكون الفرق دولار في الشهر. ايه ده فعلا؟ يبقى اذا النهارده لما يكون عندي 2017 وتقدم،
مش هقدر ألمسه. يعني مش بيقل، بيفضل زي ما هو. ممكن يقل بس هيقل حاجات بسيطة. يعني هو يا يزيد يا يزيد. لأن لك لو أنا عندي 2017 مرسيدس اس 550 ورحت بايعها وجبت مثلا هوندا 2017، طب هيبقى دروب جامد مع ان الاثنين نفس السنه. فحته التغيير في السعر ان العربيه قدمت او ما قدمتش، واحد يكون عنده 2005 هوندا عملها فول كفرج وجاب 2017 $5-6 زياده في الشهر. يعني ما فيش الفرق. هو زي ما انت بتطالب ايه الديسكاونت اللي هاخده لما العربيه بتقدم، ما انت برضه بص لها من ناحيه ثانيه. طب انا لو غيرت العربيه دي وجبت عربيه اجدد، ايه الفرق هيكون؟ طيب ناخد تليفون ونطلع فاصل. يا الاخ عيسى من اريزونا، اهلا بحضرتك. ايوه انا بحضرتك. انا كنت عندي استفسار. اتفضل حضرتك. حضرتك انا عندي عربيه قديمه مش جديده، عربيه 1989 صارن. لسه ماشي كويس يعني؟ هي ماشيه كويسه بس انا كنت مخليها للشغل، حضرتك بروح بقى الشغل والكلام ده. اوكي. فانا كنت عامل لايبرتي، قلت مش معقول ان انا راح ادفع $100 على حاجه زي كده. لا ادفع $100 يعني كتير عليها طبعا. فطبعا كنت عامل لايبرتي، فعملت حادثه بس مش انا اللي غلطان، واحده ضربتني. فطبعا انا عندي لايبرتي وهي ما عندهاش انشورنس، اكتشفت ان هي ما عندهاش انشورنس. فطبعا البوليس جعلها هي تيكت واعطاني الريبورت، وانا مش عارف دلوقتي. انا كلمت الانشورنس بتاعي قال لي احنا ما نقدرش نغطيك لان انت لايبرتي. طب انا مش ذنبي، دي مش قضيتي ان انا. السؤال هنا هل عندك ان انشورد موتورست ولا لا؟ مش عارف حضرتك. انا طيب معلش. طب هو ذنبه ايه؟ ده هو مش غلطان، معلش بس وهي اللي خبطته. تمام. وما عندهاش انشورنس. هايل. بس ما هو ماشي، ما عشان كده احنا عندنا في البوليسي في حاجه اسمها ان انشورد اللي احنا بنحكي فيها. يعني دي وثيقه تامين تاني؟ لا هي في نفس البوليس. هو انت بتدفع كام حضرتك في العربيه؟ انا بدفع اولموست $40. هايل. عارف انت لو خدت الان انشورد هتدفع كام؟ كله على بعض مثلا 45. فرق $5. ايه بقى الان انشورد دي؟ ايه الان انشورد؟ انا ما كنتش اعرف حضرتك، معلش انا ما كنتش اعرف. يعني الناس مش عارفه فعلا. يبقى اذا ايه الان انشورد؟ انك انت حضرتك لو اللي خبطك ده غلطته وهي ما عندهاش انشورنس، بيبقى المفروض بيبقى عندك حاجتين في البوليسي. بادلي انجري ان انشورد موتورست، يعني لو انت لو هي لما خبطتك وقلت رقبتي وضهري وتعبان، شركتك هتغطي بالان انشورد بادلي انجري. بلس انك انت عربيتك عندك فيها ان انشورد موتورز بابلي بروبرتي دامج، يبقى يقدروا يصلحوا لك العربيه لغايه 3500 حتى لو عندك لايبيليتي وده $5 $6 $4. يبقى اذا النهارده انا ما كنتش اعرف كده. هسالك سؤال بقى، انت النهارده لو الشخص ده بيديلك انشورنس ان هو ارخص $40 من غير ان انشورد ولا $45 بالان انشورد؟ انه ارخص 45 ولا 40؟ ال 45 طبعا. لان النهارده لما حصلت هيترحم من تصليح العربيه. بالظبط الكلام. حط بقى نفس المقياس بقى، نعكس الايه. ده مثال جميل على فكره. نعكس الايه، واخد بالك؟ انت بتقول العربيه قديمه ما تستاهلش. طب لو انت كنت السبب، انت اللي غلطان دي كده هتبقى وخبطت العربيه اللي قدامك دي، وكان عندك الليمت 5 بس كانت العربيه قدامك مرسيدس ولا بي ام، وانت عندك 5000 تغطيه. فلو انت عندك البوليسه بتاعتك 50-150 بدل ما 15-30-5، يعني انا ام اسيومينج ذات، هتدفع $5 زياده. يبقى انت كده حميت نفسك على كل المستويات مع ان هي عربيه قديمه. لو حد خبطك ان انشورد، ولو انت خبطت حد وكانت عربيه غاليه او حد فيها اتعور. يبقى اذا الفروق بتبقى قليله. يبقى هنا نرجع مثال جميل على فكره. يبقى نرجع ان انا الاول ما انت مش عارف ايه اللي حصل، دلوقتي انت عايز تعرف ايه اللي حصل. لو عرفت اللي حصل دلوقتي انك كنت عايز تعرفه وما عرفتوش قبل كده، كنت لا هو لازم يروح يغير الوثيقه. انا طبعا انا ما اقصدش ان انا اكون يعني قليل ذوق، انا ما اقصدش طبعا، يعني انا متعاطف معاك بس انا لا بس يعني انا اللي انا اقصده ان احنا بنحاول. هو معذور، هو مش عارف. وعلى فكره ناس كتير كده يعني. فانت ما فيش حاجه اسمها النهارده لما اجي اقول غلط مين، سامحني غلطك. ليه؟ لانك انت ما عرفتش. طيب ما هو برضو يعني انا بشكرك يا اخ عيسى. و انا بعتذر طبعا، ما اقصدش ان انا اكون يعني احنا معانا تليفون تاني، فبرضو شكلنا مش هنطلع فاصل ولا ايه. المشكله ان الناس دي برضو بتيجي هي مش عارفه حاجات كتير، فهمني؟
فالمفروض انا مش عارفه يعني مش عارفه حاجات كتير، مش بس الانشورنس، حاجات كتير في ممكن لانجوج مشكله، ممكن ايه سيستم الحياه، دنيا مختلفه تاني خالص. فلما يروح يشوف حد او يقابل واحد ايجنت او في شركه انشورنس، البديهي ان الشخص ده يكون كويس مع، يعني يكون امين معاه. فندم الانشورنس ما لهوش سقف. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اكون من وجهه نظري انا اديت له 50 150 وهو خبط 5 عربيات برضه هنوصل لنفسه. طب ما هو مالوش سقف، يبقى انا عمري ما هاجي. لا ما هو يبقى اذا هنا يعني برضه هيجي في وقت ممكن اتورط. انا بركز على ايه؟ انا بركز دايما على ايه؟ بركز انك انت لازم يكون عندك النولج وتعرف. دي حاجه بسيطه. انا النهارده راكب عربيه عملت حادثه، ايه اللي ليا واللي عليا؟ يعني اللي انا اقصده ايه؟ لازم نسال ولازم نفهم تفاصيل ولازم صح. انا بقول انا لو انا هرجع اقرا الوثيقه التامين. انا النهارده لو رحت لحد واداني انشورنس، انا حد يجي يقول لي استاذ ايهاب انا عايز ارخص حاجه عندك، اقول له انا اسف انت يو كول ذا رونج نمبر، شوف حد تاني. طيب هو سؤاله بيقول اعمل ايه؟ يعني هو بيقول لنا اعمل ايه؟ طب ايه الحل من وجهه نظرك؟ يعني الحل اللي من وجهه نظري مفيش حل تاني غير ان هو يصلح عربيته. ما هو النهارده تصليح العربيه انت ماضي انك انت العربيه لو حد خبطك ان انشورد زي بالظبط لو هو خبطك وجري، لكن ما ينفعش يغير الوثيقه وخلاص. لا طبعا، لا طبعا. اللي متفق عليه لا طبعا ما ينفعش طبعا. طيب معانا الاخ عبد التواب من نيوجيرسي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. ممكن اكلم استاذ؟ شور اتفضل. يا استاذ ايهاب مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا معك عبد التواب من نيوجيرسي. اهلا بيك. انا عامل تامين فور كفر على العربيه بتاعتي، بدفع في السنه 1040. وانا بصراحه اول مره اسمع الكلام ده ان الفور كفر ده يبقى 250,000 والحاجات دي، انا ما اعرفهاش اصلا لان اللغه بتاعتي انا على كدي. وامل له واحد مصري كان شغال في الشركه دي وسافر، فانا الوقت انا بيجي مني للشركه على طول. فانا مش عارف النظام هيكون ايه بالنسبه لي. يعني انا ما اعرفش اصلا، كل اللي اعرفه بس ان بدفع كل سنه بتخلص 1040 كل سنه فور كفر. ما اعرفش المبلغ ده يغطي ايه؟ مشاكل. لا فور كفر. بس يعني الليمت الفلوس قد ايه لتتدفع؟ انت سمعت الحلقه من الاول صح؟ انا سامع الحلقه من الاول. لا يعني مش من الاول خالص، بس من ساعه ما حضرتك اتكلمت وقلت الفور كفر ده كام يغطي ومش كام يغطي، و250,000 و300,000 حاجه كده. انا ما اعرفش، يعني اول مره اسمع الكلام ده. انا حضرتك بدفع الفلوس كل عشان كده يعني انا بقول ايه؟ ربنا يخلي لنا قناه الكارما. نشكر ربنا عشان ان هي كل واحد يرجع للوثيقه التامين بتاعته، بتدي توعيه للناس اللي جايه منهاش. يعني انا يعني اتس اميزنج انك انت بتحمي اسر، بتحمي ناس طبعاً. ناس بتيجي جايه من بره. لا الموضوع خطير ده حقيقي. يعني بتدور على حد يفهمها. فانت النهارده زي ما قلت لحضرتك، انت النهارده ازاي قلبك بيديك انك انت تدفع 1040 في طب انت بتدفع في ايه؟ مش عارف التفاصيل. لا حضرتك، انا ليا 6 سنين هنا، بس بالنسبه للغه بتاعتي انا على كده لان انا شغال مع عرب كده. فانا كان في واحد مصري شغال في شركه التامين، هو تقريبا مش شركه واحده كان شغال فيها، يمكن كذا كمندوب شغال هو في مجموعه شركات. فهو امل لي وقال لي انا هعمل لك على شركه بحيث ان انت لو عملت حادث دخلت المستشفى تدفع $250 بس، واخد بال حضرتك؟ ما ده ديدكتر ماشي. فبعد كده ما فهمنيش الفور كفر ده. يعني قال لي لو عربيتك في الشارع وحد خبطها احنا نصلح لك، لو سياره وقعت عليها احنا نصلح لك. لكن مش عارف الارقام قد ايه. عارف مش عارف عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان هو بيفكر بنفس المنتاليتي بتاعت اللي شاري، اللي هو ايه؟ كل دماغه باصه في العربيه. العربيه لو اتخدشت، المرايه لو اتكسرت، لكن مش مهم الا غير واخده بالك. لو العربيه دي اتسرقت هدفعها منين؟ طب ولو قتلت حد العربيه دي هيحصل فيه انا؟ ما هي دي الفكره. انا استاذنك بس تقول الجزء ده فين؟ يعني اسال مين يعرف البوليسه التانيه؟ انت مش عندك في بوليسه مضيت عليها؟ انا ما بمضيش حضرتك لان انا الوقت ليا 5 سنين بس كل سنه بتخلص. يبقى تكلم الشركه بتاعتك تقول لهم لو سمحت اسمع المصطلح ده، انا عايز الديكلاريشن بيج بتاعت البوليسي بتاعتي، عايز اعرف الليمت
او ايه الكفر اللي موجود في ايه المواصفات بتاعه البوليس عندي التفاصيل هتغطي اللي قدام. افرض انا خبطت واحد ماشي على الارض ماشي على عجله افرض انا خبطت عربيه غاليه هتدفع له لغايه كام؟ حتى لو انت مش بتعرف انجليزي خلي حد تاني يكون بيعرف يتفاهم معاهم، بس لازم تعرف التفاصيل اللي وثيقه التامين اللي انت ماضي عليها. باشمهندس انت في العربيه تاخدها كده بديهيه، عملت حادثه، ثلاث حاجات اللي قدامك، ثلاث حاجات ليك، ثلاث حاجات اللي قدامك الناس اللي انت ممكن تعورهم والعربيات اللي ممكن تخبطها، اللي ليك انت ممكن تتعور وعربيتك تروح، ايه الارقام اللي بتحدد هنا وهنا؟ ده اللي لازم تعرفه. انا ما اعرفش حضرتك الارقام دي، انا بس كل هدف ان انا عملت فور كفر ان اي حاجه تحصل للعربيه. طيب انت لازم تعرفها. اي حاجه تحصل يا فندم، اي حاجه تحصل لعربيتك. انا غلطان مش غلطان ان التامين هيغطيني ويغطي الثاني. غلط. لا لليمت لحد. لليمت يعني. ليمت لازم افتح تكلم الشركه، يعني انت بعد ما تقفل معانا بكره الصبح كلم الشركه بتاعتك تقول لهم لو سمحت ابعتوا لي المواصفات بتاعت البوليسه بتاعتي، انا عايز افهم بالظبط اللي ليا واللي عليا، ولو في اي وقت محتاج اي سؤال. احنا طبعا ما بنشتغلش بره كاليفورنيا، لكن لو يعني كنوع من المساعده لاخواتنا وكده، لو محتاج اي حاجه ممكن تكلمنا، تكلم قناة الكرمة، تكلم قناة الكرمة هتدي لك ممكن تدي. انا مسيح يا عم، ربنا خلينا قناة الكرمة وسيدي فيه. لا احنا مسيحي او مش مسيحي، احنا خدمتنا للكل فانا عرضي دي خدمة، دي خدمة للكل، لان دي خدمة للكل اكيد طبعا اكيد. ميزان واحد للجميع، لا اتصل واسال وهندي لك رقم تليفون الاستاذ ايهاب في اي وقت، بس لازم تكلم الشركه اللي انت عملت معاها بوليس التامين. بكره هات التفاصيل. ماشي حاضر يا استاذ، بكره ان شاء الله هحاول اتصل على الشركه واستفسر ايه بالظبط، يعني انا بدفع 1040 دي نظام ايه بالظبط. انا عملت حادث قبل كده كان الانشورنس بتاعي عادي ما كانش فور كفر، فواحد قال لي بدل انت ما تعمل الانشورنس بتاعك عادي انا سيارتي جديده عادي اللي هو الليبرتي ده خلاني شجعني ان انا اعمل فور كفر يعني. طيب يعني احنا برضو الاستاذ ايهاب قال لك بكره المفروض تتصل بالشركه وتعرف بالظبط تفاصيل البوليسه التامين بتاعتك، وبعدها شكرا خالص. ممكن تتصل بينا والاستاذ ايهاب. طيب انت حضرتك البرنامج بتاعك ده يعني كل اسبوع زي كده ولا امتى؟ كل اسبوع، بس مش كل اسبوع بتكلم عن الانشورنس هي حلقه بس كده عن الانشورنس. لا 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 بصراحه البرنامج ده مفيد للكل يعني مش لي انا. لا نشكر ربنا طبعا، لو احنا احتاجنا حلقات تانية هنكون بنعمل حلقات تانية. لا يا ريت ان شاء الله نحتاج وربنا يشتغل يعني على ايديكم حتى تفهموا العالم والناس، لان انا بصراحه انا اول مره يعني اعرف ان الاستاذ ايهاب يعني بيفهم ان الانشورنس بتاعك ده نظامه ازاي يعني. انا ما اعرفش الدقيقه خالص. انا بس كل هدف ان بدفع 1040 ان انا شامل يعني ليا وللغير بس، لكن انا اول مره اسمع الكلام ده. على العموم نشكر ربنا، واحنا ده الهدف بتاعنا ان احنا نكون بنوصل مفاهيم احنا مش فاهمينها ومش مركزين فيها وبنعمل مجرد انشورنس وخلاص، لكن ده مهم جدا، تفاصيل مهمه ان احنا نعرفها. شكرا ليك يا استاذ عبد. نتمنى لكم النجاح ان شاء الله، وربنا معاكم وربنا كده يمد الخدمه ان شاء الله على طول، وربنا معاكم ان شاء الله، وخلينا قناه الكرمه. بشكرك. شكرا ليك، ربنا يباركك. شكرا ليك. طيب اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل موضوعنا عن الانشورنس وعن اي مشكله بنواجهها في تامين العربيات. محوطه
وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. ومن قبلها فادتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك أنا جيت أنت حبيتني. بإيدك محوطاني في حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي عنايتك كل ضماني. مديون أنا لحبك، راح أعيش حسب قلبك، أحكي بمعروفك وأشكر جزيل كرمك. دي إيديك محوطاني في حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضمان، هي عنايتك كل ضمان. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بأسئلتكم، والباقي الوقت مش كتير قوي يعني. بس أنا كنت عايزة أرجع للأخ عيسى اللي دخل من شوية. هو قال إن عنده عربية قديمة وعامل لايبلتي يعني للغير، أوكي، ولما واحدة خبطته مش هو اللي غلطان، هو اللي اتخبط بس، وهي مش عندها إنشورنس، والنتيجة إن هو لبس في التصليح العربية. ليه الشركة اللي هو تبعها ما تحميهوش يعني؟ احنا دي وثيقة التأمين او الكونتراكت بين الطرفين. انا النهاردة انت موكلني هتديني $40 في الشهر على حد كلامه هو بيقول، اني انت الليبلت اللي عندك لو انت دخلت في حادثة وغلطتك وخبطت الشخص اللي قدامي بالارقام دي، انا هحميك ان انا ادفع. لكن انا مش مسؤول انك انت مين اللي خبط اجيب لك. لو عندك ان انشورد، اوكي، في الحاله دي انا ممكن اتدخل، لان انا بدفع لك الان انشورد فانا حجري وراهم. لكن طبعا هو برضو في حل ممكن يعمله. ايه بقى؟ ان هو ممكن يشوف محامي يسال، او يروح الكورت هناك في حاجه اسمها لو معايا رقم العربيه ولا وات ايفر، صح؟ ما هو اوريدي في كليم مفتوح، وقالوا له ان ده ان انشورد في بوليس ريبورت، هو ممكن ياخد البوليس ريبورت ويرفع عليه قضيه ويروح سمول كليم كورت. انا بتكلم برضو على كاليفورنيا، ما اعرفش نيوجيرسي ايه. ممكن يروح سمول كليم كورت، بيبقى ليهم هنا مثلا في كاليفورنيا ليميت $5,000، فان انا ممكن اروح اعبي فورم وبدفع مصاريف معينه، وبعمل لها سيرف، ان انا اسيرف الشخص اللي خبطني، ان انا عندي الدمج اجيب من اي بادي شوب يقول العربيه دي عشان تتصلح هتكلف $2000، وانا كنت محتاج 4 ايام عشان رنتال كار، فانا رافع عليها قضيه مثلا ب 2400، وهي ما كانش عندها انشورنس. في الحاله دي ممكن ياخد، لما يروحوا هما مع بعض للكورت، الكورت يحكم له ان هي لازم تدفع الفلوس. طب بص، انا هقول لك حاجه تثبت لك. طبعا الكورت قال لك انت لازم تدفعها، طب ماشي، وبعدين هايل، ها خلاص، يعني انت يعني ممكن هي ما تدفعش. انا هي عليها جادج، الكورت مش هي از نوت جونا انفورس الست، مش هيقبض عليها يحبسها عشان تدفع له. نو فايند يور واي انك انت تاخد فلوس. احنا حكمنا، وطبعا انا مش متخصص في المحاماه على برضه، عشان مش عارف ايه رد الفعل او ايه الجزاء. لكن طبعا ممكن يسال ليجال ادفايس محامي. لكن انا اتحط يعني انا يعني حرام هيدخل في قضايا مع الناس برضه. مش عايزه ادخل، ممكن هي يكون عندها خايفه مثلا على حاجه معينه، فتقول له طب ماشي، انا هتفاهم معاك، هدي $500 ونمضي مع بعض انك انت متنازل او كلام زي كده. لكن طبعا ممكن، لكن شوفي حتى الكورت يحط ريكورد ان هو عليها
جادج وهي ما دفعتش ممكن تبوظ الكريدت، لكن برضه ما يقدرش انفورس هير ان هي تدفع، وبرضه طيب. ممكن ياخد ليجل ادفايس من كان الاخ عبد التواب اللي قبل الفاصل على طول كان بيقول ان هو اتفق، كان واحد في شركه او هو اللي عمل له وثيقه التامين او بوليصه التامين وبعد كده ساب الشركه، فهو اللي ابتدى ايه بقى ظروف يعني ايه الموقف دي بتحصل كتير، ان سواء حد ايجنت في شركه او حد بيشتغل لحساب كذا شركه. هو في فرق ما بين ايجنت وبروكر. كل الشركات يعني اللي هي مثلا يعني مش عايز اقول اسماء عشان برضو يعني الشركات الكبيره، كل الشركات الكبيره ما تقدريش الواضحه ما تقدريش تروحي غير بس مع الشركه نفسها. يعني انا فارمرز انشورنس وانا لان انا ده شغلي، فانا بس فارمرز، ما ينفعش تدي بوليصه تامين لشركه ثانيه، ما اقدرش اكتب مع شركه ثانيه بره، ولا حد يقدر يكتب مع فارمرز غير من خلالي او خلال حد تاني يكون ايجنت موظف ايجنت في نفس الشركه. في شركات تانية تريبل اي ستيت فارم كل الشركات دي، بس شركه واحده برضو بتاع ستيت فارم ما يقدرش يكتب بره تريبل اي، لازم هما تريبل اي. ده الايجنت. وحتى انا النهارده لو سبت الشركه مش هشتغل في انشورنس تاني، يعني حتى لو سبت الشركه ما اقدرش اروح اشتغل في شركه تانية. بس النهارده مين اللي موجوده؟ فارمرز. فهو يقدر يتصل بفارمرز ليهم ال 1-800 نمبر بتاعهم 24/7 في كليم حصل عايز يغير عايز يعمل، بيعينوا له حد مكاني بيمسك الملف. لكن ما فيش حاجه اسمها انا مشيت فالدنيا راحت وانا مش ما طبعا. طيب التاني اللي هو بقى معاك اسمه البروكر بيبقى بيتعاقد مع شركات تانية ممكن يكون اكتر من شركه، بس طبعا ما يقدرش يكتب مع الشركات اللي هي الاساسيه اللي زي يعني ده كل حاجه بيبقى يعني بس، لكن بيبقى برضه متعاقد مع شركات تانية وممكن تكون كذا شركه. لو هو بقى ساب الشغلانه او whatever يعني نعمل ايه؟ بيحاول بقى ان هو يروح مع الشركه دي يشوف ايه الاخبار. طب يعني يعني انا مش عايز اخش في مور ديتيلز في يعني في التفاصيل حاجه زي كده، لكن في شركات كتير كبيره انت اسال على الشركه، في ممكن يخش اونلاين يشوف الشركه دي الريت بتاعها ايه، A+ A-. ولكن هو يعرف الشركه دي اذا كانت شركه يعني جود كومباني ولا لا. وبعد كده هو اكيد في معارفه، يعني اكيد في ناس كتير حواليه في الكنيسه عاملين انشورنس مماثل، بيبقى عارف ايه الشركات اللي ممكن تكون كويسه والشركات اللي ممكن تكون على حسب طبعا الستيت اللي هو موجود طبعا. يعني مثلا الستيت فارم في كل معظم الستيتس، الفارمرز برضه منتشره في كل الستيتس، فممكن ممكن في نيوجيرسي ممكن تلاقي هنا ممكن تلاقي هنا. اي ثينك تريبل اي نفس الفكره برضه. اي ثينك تريبل اي ليميتد شويه يعني ممكن في فولايتين ثلاثه، لكن هم منتشر، لكن يعني شركات في معروفه يعني بالظبط. طيب لو انا نهيت بوليصه التامين مع شركه، هل دي خساره ليا او بخسر حاجه او فيها فلوس انا بدفعها؟ المفروض يعني احنا انا برضو انا ما اعرفش السياسات الشركه الثانيه ايه، الشركات الثانيه يعني إيه؟ دي بترجع لكل شركه بس هو معظم الوقت انا النهارده متفق معاك على كونتراكت لمده 6 اشهر. احنا عندنا فارمرز كده انت بتدفع بالشهر. طب انت عملنا البوليصه النهارده دفعت اول شهر، جيت بعد اسبوعين عايز تلغي البوليصه مفيش مشكله، فبنقوم مراجعين لك الاسبوعين التانيين اللي باقيين. احنا كده فارمرز كده ما عندناش مفيش حاجه اسمها بينالتي فيز باليوم، حتى لو انت لغيت بعد 21 يوم. يعني الحين مثلا واحد يعمل رينتر انشورنس الابارتمنت واخد الابارتمنت سنه ودفعها كلها، يجي مثلا الكونتراكت بتاعه خلص بعد 10 اشهر نرجع له الشهرين اللي دفعه. فمعظم الشركات الكبيره طب لو كذا سنه وعايز الغي مع الشركه دي واشوف شركه تاني، ده خلاص بقى كل الفلوس دي لا مش كل ما هو لغايه ميعاد الميعاد اللي فاضل قد ايه، انا دفعت قد ايه؟ ما هو البوليصه دي ممكن تكون 6 شهور او سنه، انا دفعت النهارده السنه عديت 10 شهور يبقى ليا شهرين. لكن فضل بادي معاهم من 15 سنه ما خلاص ما هي اتجددت بالظبط، بتبتدي بس على الفتره الزمنيه اللي فاضله من البوليصه. طيب انا عايز اعرف شويه القوانين او ايه الاختلاف لسن الشباب 16 سنة بيسوق، 17 سنة بيسوق، 18 سنة بيسوق، 21 سنة بيسوق. يعني أنا شايفة في كل مرحلة أو يمكن 16 18 أكتر، إيه الفرق وإيه الفلوس اللي بتدفع زيادة وليه وإمتى بيكون؟ هو طبعا من أول ما بيبتدي 15 ونص ممكن إن هو بيروح ياخد حاجة اسمها البيرميت. البيرميت ده ممكن ياخد إن هو يتعلم ويسوق العربية
ويكون حد جنبه كبير باباه أو مامته يبقى موجود جنبه. ولما بيضاف اسمه as a permit في البوليسي ما بيأثرش خالص في السعر. يبتدي السعر يتغير أول ما ياخد الامتحان اللي هو behind the wheel اللي هو the actual driver license. Driver license. وبعد كده في الحالة دي هيبتدي يسوق. بيتحط. ايه بقى اللي بيفيد الـ good students؟ يعني ايه؟ نيجي نقول حبيبي النهارده نقول لكل الاولياء الامور او البيرنتس يعني نقول لهم النهارده ابنك لازم يكون الجي بي اي بتاعته اكتر من 3 ليه؟ لان انا اقدر 3 اند اب. ايه ده فعلا؟ يا فالنهارده انا ما اعرفش ان دي ليها دخل في الموضوع بس طبعا النهارده ما هو زي انكرج الكيدز ان هم يذاكروا تبقى درجاتهم كويس لان هم بيربطوها مع بعض. طالما انت درجات واحد ملتزم في مذاكرته يبقى ملتزم في السواقه في حياته يبقى يعني مش دايما بس بس ممكن. طبعا بس يعني المفروض ان هو بيكون كده. فلما بيجي ياخد الجي بي اي بتاعته كويس بتفرق بنسبه كبيره جدا في الانشورنس. طب طبعا اذا فعلا يعني النهارده لو ولد 2.9 واتحط ما هو نان كواليفاي لل اضربي ضعفين مثلا في السعر على حسب العربيه اللي هو اللي محطوط عليها. وبرضه ولد ولا بنت في حاجه اسمها عندنا يس بروجرام حاجه اسمها سيفتي بيبقى زي كورس بياخده. انا بتكلم برضو بس على فارمرز ان هو الكورس ده دلوقتي عاملينه زي فيديو لحادثه حصلت حقيقيه. اربع اولاد تينيجر كانوا سايقين مع بعض وده واحد فيهم كان تقريبا بيشرب بيع وحاجات كده وحصلت حادثه والبنت وشها اتشوه والولد بتاعه. فهم عاملين الفيديو ده بحيث انك انت لمده تقريبا 20 دقيقه اتس فيري انتريستينج يعني انك انت بتحضره بالكامل وتخلي الاولاد كلهم يحضروه وبعد كده بنبعت لهم زي سيرتيفيكت ان هم حضروا والبيرنت بيمدوا ان هم شافوه بحيث ان احنا نديهم حاجه اسمها يس بروجرام او حاجه اسمها سيفتي درايفنج كورس بالنسبه للتين ايجر ان هم خدوه. فبرضه بيساعد ان هو ينزل لانك انت النهارده لما تيجي تحطي ابنك 15 سنه او 16 سنه 16 سنه ونص ان هو يسوق اتس انبليفبل انبليفبل. فالحاجات دي كلها لانه في مصر 21 سنه فهنا سن صغير بالنسبه لل بس طبعا بنقول ايه بيبتدي بعد اربع سنين او خمس سنين من سن ال 16 سنه يبتدي يرجع له السيفتي درايفنج ويقدر ياخد الجود درايفر ديسكاونت لان هو خلاص بدا بقى يبقى ماتيور وعدى اوريدي خمس سنين بعد ما هو طلع الدرايفر لايسنس فبيقدر ياخد الى حد ما ديسكاونت السعر يبتدي ينزل. فطبعا 16 غير 18 غير 19 لان كل السنين اللي بيسوقها دي added up لان هو يديله الـ good driver discount او الـ experience فعلا. of driving yes. حاجات اول مره اعرفها. طيب ايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها في وثيقه او في بوليسه التامين احنا بنعمل بوليسه التامين؟ انا هقول لك اللي يا عم انا عندي عربيه قديمه مش فارقه بالنسبه لي يبقى لما اجيب عربيه احسن شويه بحط لها كفر كويس. يعني هي على حسب قيمة العربية وأهميتها. الناس بتفكر ازاي؟ انا عندي زي ما احد اللي بيسأل بيقول لك انا العربية قديمة فمش مهتم. واخد بالك؟ مش مهم اي حاجة يبقى لما اجيب عربية اجدد شوية يبقى اعملها انشورنس كويس. يعني ايه؟ يعني ايه اجدد ويعني ايه انشورنس كويس؟ او واحد مثلا يكون عنده افسرها اكتر واحد يكون عنده اربع عربيات، ثلاث عربيات جداد 2005 2016 وواحدة 1999 يقول لي حط لي دي ارخص واحده. طب انت النهارده لما هتيجي تركب دي هتنقي تخبط بيها خبطه بالراحه وتخبط بيها عربيه قديمه؟ طب ما هو حرام برضو عربيه ما تسواش يدفع عليها قد كده في الشهر. يبقى انا وقعنا في نفس الخطا بالظبط. انا ليه حاطط الناس بتفكر بالطريقه دي؟ لا انا حاطط نظري انا ليه باصص للعربيه؟ انا بتعمل العربيه انا باصص على اللي ممكن تعمله بالعربيه للغير اللي هو ممكن ياخد اللي كله في جيبك وياخد بيتك ويحطم مستقبلك. دي فكره اللايبيليتي. عربيتك واحد يقول لي يا عم العربيه اقول له يا حبيبي احنا كده كده مالناش دعوه بالعربيه احنا لينا باللي ممكن تعمله بالعربيه للغير. دي من احد الاخطاء اللي شفتها. انا هحط ابني وبنتي بره احطهم مع اي شو اي كلام دلوقتي عشان انا عندي بيتي فانا النهارده افرض ان حصلت حادثه يجي ياخدوا بيتي مني؟ لا ياخدوا ابنك. فهم لو ياخدوا ابنك I'm sorry يعني فهمت انا يعني لا عندك او الواد مش مهم يعني يتشرد يبوظوا له الكريدت بتاعه مش مشكله بس المهم انا عندي جاب انتريه حلو في الشقه والبيت وكده ما ياخدوش مني. ف
فده مشكلة برضو التفكير طبعا، مع العكس انك انت بتفني روحك وحياتك عشان تطلعه دكتور مهندس وعشان تسيبه بتضيعه في السويق عشان 20 دولار في الشهر. 20 دولار في الشهر بقول مثلا، واخد بالك يعني، انا بدي طبعا كل واحد على حسب عنده كام عربيه وايه القفل اللي عنده، لكن طبعا في لازم يبقى عندنا النولج. انا كانسان لازم افكر رايح اشتري كمبيوتر، بقعد اسيرش كاسكو مش عارف بيست باي وايه وايه اشوفه ايه الارخص وده مواصفاته ايه، طب الميموري قد ايه، طب البروسيسور عليه كام كاش ميموري، ده مش لو كمبيوتر ده لو موبايل تلفزيون، واخد بالك، يجي يقول لك ده اللي يبقى كام بوصه، واللي عند الكلاريتي بتاعت الصوت بتاعته ايه اخبارها ومش عارف ايه، كمبيوتر النهارده عربيه ابنك بيركبها او بنتك بتركبها حياتها وعمرها كلها ومستقبلها فيها. فطبعا لازم الغلط من الشخص، يعني لا مش حاضر اقول الغلط على الايجنت، طبعا في نسبه مسؤوليه واخد بالك، بس الغلط يعني في واحد تلاقيه بتعمل له انشورنس هو دماغه متربس، هو مش عايز، هو حاطط في منتج مش عايز يدفع اكتر من 30 دولار للعربيه ما تسويش، تجي له من هنا تجي له من هنا، اقول له طب انا لاجل الامانه، انا يقول لي طب اسمع الشرح عايز اكتبه لك بالعربي، اكتبه لك بالعربي، امضي امضي، لازم يبقى فاهم هو بيمضي على ايه. طبعا ما فيش حاجه اسمها عملت له الانشورنس وانا هو مش عارف مضى على ايه. لا دلوقتي طيب، هو في اعتقادنا يعني او يمكن برضو من الثقافه بتاعتنا ان شركات التامين دي بتاخد مننا فلوس على الفاضي، يعني بندفع فلوس وكانها فلوس ضايعه لمجرد بس لو احنا حصلت حادثه، فدايما في اعتقادنا ان شركات التامين نصبه. عايزه تستغلنا وبتنصب علينا بتسرقنا بمعنى سوري بس لا يعني هم عايزين يستغلونا في اي يعني بوليس التامين عربيه لايف انشورنس وات ايفر. بس فكره الانشورنس ايه؟ انا باخد منك ومن ده ومن ده، واصلا اخدت منك 100 وده اخدت 50 وده 200، وبعد كده في اخر عندي حادثه مع حد تاني ب 100,000 دفعتها. يجي لا قدر الله مصيبة عنده فلان ده اللي انا عامله تجي له عنده الحادثه، يبقى انا لميت من ناس تانيه. فهي دي فكره الانشورنس، ان احنا بناخد بتاخد الفلوس دي بس بقى في نفس الوقت في الاخر بتدفعها بيدفعها للشركات التانيه. يعني النهارده مثلا شوف لما حصلت حرايق في يوربلاندا او في انهايم هيلز من 5-6 سنين ملايين، النهارده شوف اللي حصل في فلوريدا واللي حصل في تكساس بلايين. صح، طب ما هي الفلوس دي جت منين؟ والناس اللي خسرت بيوتها دي بالظبط، يعني حرام كده تتشرد لو مش عامله انشورنس. انا اعرف حد في تكساس عنده بيزنس وعنده تو ديلر عربيات وعنده في اللوت ممكن مش اقل من 300-400 عربيه، كله راح، كله بقي فلاد دامج وورد دامج. طب مين اللي دفع الكلام ده؟ خد من ده ومن ده ومن ده ومن ده ومن ده ودفع. فهي النقطه مش نقطه انا دفعت كام ودول نصابين، لا ما النهارده يوم ما بتحصل حاجه بتغطي. طب وشركات التامين دي مش ممكن تفلس مع كل الكوارث اللي ممكن تحصل؟ طبعا لو شركه مش كبيره طبعا، وفي شركات اسماء يعني الـ من في وقت الحرائق دي 21 سنشري طلعوا وفارمرز اشتريتهم. 21 سنشري شركه كبيره، بس في 2009 فارمرز اشتروا الشركه نفسها وبقى كل البيوت اللي بتتعمل بدل مع 21 سنشري بتبقى مع فارمرز، هم بس هم شركه واحده بس سابوا الاسماء منفصله عشان الليبيليتي. فطبعا الشركات الكبيره، وعلى فكره في معلومه دايما ما نديش ودننا لنصايح الناس واخد بالك، انا هخسر ايه؟ اكلم الشركه الفلانيه اخذ منهم كود وافهم دي فيها كذا 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 واشوف مدى مصداقيه. وبرضه خلي بالك برضه في حاجه مهمه، كاستمر سيرفيس. يعني انت النهارده طمنتي شركه كبيره وعملتي مع ايجنت، والايجنت ده اللي انت عامله معاه بيردش على التليفون. احنا عندنا مثلا في الاوفيس في عندنا واحده بس متخصصه للكليم، ودي مشكله ثانيه على فكره، عدم الرد على التليفون. اتس كاستمر سيرفيس. طب ماشي، ما انا عارف ان انا عندي شركه كبيره وهكلم ال 1-800 نمبر هعمل معاهم كليم، بس انت اللي عامل لي الانشورنس، اي نيد دايركشن، انا عايز اطمن ان انا ايه اللي حصل. انا بتكلم عربي، فتلاقي عندنا حد مخصوص يكلمني الحق ان انا حصل كذا كذا، اهدى بس ايه اللي حصل، طب كذا كذا كذا، طب اعمل كذا وكلم الشركه واللي حصل كذا تقول لهم كذا 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 كذا، بيتفتح عندي كليم، يبقى عندنا حد متخصص بيتابع من او العربيه انت هتوديها فين، ده في كاليبر كوليجن البادي شوب نكلمه ياخد منك العربيه معاك، عندك رنتال كار من نفس الكليم هنعمل لك ريزرفيشن انك انت تاخد رنتال كار،
ان نبقى متاكدين ان العربيه هتخلص في وقت معين عشان فاتس مش بس الشركه اتس كاستمر سيرفيس. صح, وده مهم جدا. طيب الايجنت هل دوره بيخلص لمجرد بس بيعمل بوليصه التامين وخلاص؟ 30% من البوليصه و70% كاستمر سيرفيس. يعني هو بس دوره بوليصه وبعد كده لو حصل اي حاجه بتصل بالكاستمر سيرفيس. لا احنا ككاستمر سيرفيس. انتوا كمان. طبعا. يعني مثلا في الاوفيس. يعني انتوا بتعملوا الاثنين, يعني لو حد تبعك عمل النهارده واحد عمل معايا جنب الكنيسه. ده كتير, ممكن يكلمني الساعه 10 بالليل او 9 بالليل. حد معرف يعني. احسن. وحتى مش معرف احيانا بيبقى خلاص هو ارتبط ان انا مرتبط بايهاب. خلاص فبيكلمني فبنديله تعمل ايه الا بعد كده بعد حاسه اثنين ثلاثه هو بقى لو متعود بيبتدي هو خلاص عارف السيستم واخد بالك فبيتصل على طول بس برضه بيكلمني يعني ده لما بقول له قبل ما تتكلم الشركه كلمني ادي لك دايركشن. في حاجه مهمه بقى ممكن نديها نصيحه للمشاهد او للعامل انشورنس, انا النهارده حصلت حادثه اعمل ايه بالظبط؟ ايه الاجراءات اللي انا المفروض ان انا اعملها بالظبط؟ لان في حاجات هقول لك, يعني انا اتحطيت في موقف ما كنتش عارفه انا لولا يعني كانت اول مره وما اعرفش المفروض يعمل يحصل ايه, واللي قدامي عايز الدرايفر لايسنس وايه الانشورنس بتاعك, فطب انا المفروض اعمل ايه المفروض, وقعد يصور, فالمفروض انا كنت اعمل نفس الحاجات دي او انا مش غلطتي فانا اديله ليه انا اخد منه بس. بالظبط. طيب هي القانون هنا بيقول انك انت لو حصلت حادثه you have to exchange information. يعني هو ياخد بياناتي وانا اخد بياناته. طيب. ايه البيانات دي؟ انا النهارده لما ماشي بالعربيه لو البوليس وقفني بيسالني على ايه؟ ثلاث حاجات. درايفر لايسنس والانشورنس. ريجستريشن بتاع العربيه. ريجستريشن. والانشورنس. يبقى انا طب انا تايه لسه هقعد اكتب, طب الدنيا ضلمه. معايا تليفون كلنا معانا الايفون. اصورهم؟ اقوم على طول درايفر لايسنس الانشورنس ريجستريشن خلاص يبقى انا كده خدت معلومات. بس ده انا بدي ملحوظه احسن اكتر من الاول او يعني أبتر. انا نزلت النهارده الحادثه حصلت اسم الصديق, قبل ما اعمل اي حاجه بالتليفون بتاعي اقوم واخد صوره نمره العربيه اللي قدامي. ايوه دي مهمه. ليه؟ لان احيانا كتير جدا يتكلم معايا يشدوا مع بعض يقوم واخد عربيته وجري. I lost everything. لا انا عارف ده مين ولا عندي بياناتي, يبقى اتليست لو انا معايا اللايسنس بليت بتاعت العربيه اللي قدامي وهو جري اقدر اعمل بوليس ريبورت هيت اند ران. ودي طبعا دي مصيبه. واوعى حد, وانا بقول كده, اوعى حد يخبط حد ويجري او يخبط عربيه واقفه ويفكر كويس ما فيش حد شايف ويمشي ويجري. ممكن يكون حد واقف من ورا وصور نمره عربيتك. ممكن يكون في كاميرا. هيت اند ران مصيبه. ارجع تاني عشان نبقى محددين. يبقى انا النهارده حصلت الحادثه اول حاجه بعملها باخد صوره من يبقى كده انا ضمنت ان هو خلاص فهم ان انا خدت منه صوره وهو ما يقدرش يجري. الحاجه التانية لو انا واقف في مكان سيف مش في وسط الفري واي واخد بالك, ابقى من بين كده اخد صوره العربيتين واقفين ازاي. طب ليه قبل ما يتحركوا؟ أيوة. ليه؟ لاني لو اللي قدامي ماشي في طريقه وانا جاي وراه وخبطت فيه غلطت انا. لكن لو انا ماشي لو اللي قدامي السكه قدامي فاضيه واللي قدامي بيغير لين وانا ماشي ورحت خابط فيه غلطته هو, مع ان انا اللي خبطه من ورا. ليه؟ لان هو تشينج لين. عشان كده لما بيجي يعمل كليم اول حاجه يحب الادجستر او المحقق يسمعها, انت كنت ماشي في اللين بتاعك ولا كنت بتغير لين؟ بس مش دايما بيبقى عندنا الفرصه ان احنا نعمل يعني ما دايما از تشانس. ليه؟ لان هو دايما لو كان بيحول لين هتلاقي الخبطه عندنا في الوش وهو في الكورنر وببقى شايف ان العربيه ملوحه. بس لو انا عندي تشانس ان انا اعمل كده مش حاجه في وسط الفري واي عشان يهمني بقى اقوم واقف وبتيجي عربيه قشاني من ورا. فيعني انا اقصد ايه ان انا يكون عندي سيف وبعد كده اخد ثلاث حاجات واخد صوره من الخبطه عندي وعنده. طب ليه؟ لانه ممكن بعد ما يمشي يومين ثلاثه يعمل حادثه تاني اقوم حاطط الاثنين مع بعض. يبقى انا عندي دليل الـ 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 الحادثه في وقتها كانت ايه. بس وبعد كده بدلنا الانفورميشن. واحد يجي يقول لي اكلم البوليس, معظم الوقت البوليس ما بيجيش غير حتى لو كلمته يقول لي في حد متعور؟ يعني دي الحاجه المهمه على اساس ان هو يقدر يجي يعمل ريبورت. حتى لو البوليس معظم الاحيان لو جه يقول لك انا ام نا جونا دو ريبورت
there is no one injured, just exchange the information. واخد بالك؟ خلاص هيجي يقول لك الله، طب ما ممكن هو يعكس الكلام، هنا هيبقى يخش بقى ايه؟ كلامي ضد كلامه. ممكن يكون في ويتنس، يعني انا لو النهارده الشارع وقف وواحد قال لي انا شايفه وهو مش عارف كام، اقول له ممكن اخد رقم تليفونك؟ انك انت شفت الحادثه. يبقى في الحاله دي لما اجي اعمل كليم هيسالني الادجستر، يقول لي في اي حد شبح؟ هيقول لي اه انا معايا مراتي في العربيه. ممكن يسالوها، بس برضو الوتن هي از ويتنس ضعيفه شويه، لان هي مراته فممكن حد قريبه يعني. لكن من بيقول لا انا شايفه وهو كانت اشارته خضراء وكان ماشي والتاني دخل عليه شمال، او التاني كان مغير لين، فدي طبعا شهود يعني. فكل ما يكون عندي ايفيدنس اكتر، كل ما ان انا اقدر متاكد ان انا الموضوع هيتحسم 100% لصالحي ضد الطرف. طيب خلينا نقول هياخد صوره الدرايفر لايسنس بتاعت الشخص اللي عامل، اول حاجه اول منزل صوره العربيه، صوره اللايسنس بليت لاني اللي هي الارقام الرقم العربي اللوحات لوحه العربيه. ليه؟ لان معظم الوقت في احيان كتير بتحصل يشدوا مع بعض والتاني بقى حاسس يقوم واخد. ماشي. ممكن بقى يكون معهوش انشورنس، ممكن تكون بنت صغيره وخايفه فتقول لك انا هجري بدل، فبتحصل كتير. وبرده ما فيش حاجه اسمها جري اقوم انا جاري وراه. لا ده احنا مش في مصر هنا. بالظبط. ليه؟ يقول لك انا جيت وراه ورحت كسر قدامك كده. طب انت ما تضمنش اللي قدامك، ممكن يكون معاه سلاح. فانا دايما يبقى عندي ايه؟ طب في النهايه دي طب ضربني، طب انا استفدت ايه بالكليم ولا بتاع؟ انا نفسي رحت. دايما الفاليو والقيمه هو انت الشخص في الانسان. هو انت قيمتك انت كانسان، لكن اي حاجه بعد كده على العربية طبعا كله يتعوض يعني. عندي فرصه والقانون اللي ما ياثرش على حياتي اعمله، طبعا اخد حقي ما بقاش. يبقى اذا ناخد صوره اللايسنس بليت، صوره من الخبطه عندي وعنده، وبعد كده ننزل نتكلم مع بعض. يبقى انا كده نازل بقى ايه باعصاب مرتاحه. جري مشي شد معايا البوليس ما جاش رفض يديني، يبقى انا عندي رقم العربيه وشكل الحادثه ايه. وبعد كده اخد المعلومات وبعد كده اعمل ايه؟ اكلم الايجنت بتاعي. اوكي دي نصيحه. طب انا الساعه 11 بالليل ما بيردش، معلش ما هو المفروض ان هذا الحادثه حصل 11 بالليل، ما شيء طبيعي لو اكلم الايجنت بتاعه مش هيرد. يبقى انا مش لازم اكلم الشركه دايركت، استنى لغايه ثاني يوم. قال لي ان في ناس يقول لي الله طب دي اتحسب بالليل، مش ممكن ضيع حق يضيع؟ نو نو نو، حادثه حصلت معاك المعلومات بتاعتك، استنى كده اهدى وارجع وريح. واحد يجي يقول لك انا دراعي كله منمل بس انا عايز ادلب. يا عم انت خلينا اهم حاجه انت دراعك، شوف الاول روح اكشف على نفسك شوف في ايه المشكله. وبعد يعني دايما الفاليو فيك، الفاليو فيك انت كبني ادم كانسان، ده المهم عندنا. وبعد كده خدت المعلومات دي ابتدي اكلم الايجنت بتاعي اقول له اللي حصل كذا 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 كذا، هو هيديني بقى ايه دايركت. يعني يجي يقول لي مثلا طب انت عندك لايبيليتي وهو غلطه التاني، ممكن تفتح معانا كليم بس احنا في النهايه هنعمل انفستيجيشن. طالما هو غلطه اللي قدامك 100% انت ممكن تكلم الشركه الثانيه على طول علشان يصلحوا لها واخدك وان وبتاع. طب انا عندي سؤال في الحته دي، يعني هو لو انا مش غلطتي وعامل لايبيليتي والتاني هو اللي خبطني، انا ما اكلم الشركه الثانيه، مش اكلم شركتي ولا تعمل. شركتي هي اللي تكونتاكت مع الشركه الثانيه. ممكن اذا اذا ممكن تكلمي شركتنا واحنا نعمل الكليم، او ممكن تتكلمي دايركت الشركه الثانيه. يعني اتس اب تو يعني ممكن دايما لما يجي اقول له طب قول لي الخبطك ده شركه ايه. فالواحد بيبقى عنده الى حد ما من الكليمز ايه الشركات وسمعتها ايه في بتدعي الكليم. فلو يقول لي مثلا شركه كذا 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 اقول له لا بص ريح نفسك اعمل كليم على طول معانا ونخلص. هو طبعا المفروض يعمل يعني ممكن يعمل كليم على طول مع شركته، بس هو احيانا يعني ايه واحد مثلا يكون مش غلطته وعنده ديدكتبل $1,000 والخبطه كلها مرايه مثلا، طب ما انت هتعمل معانا كليم، ما احنا مش هنقدر نعمل حاجه لانك انت عندك ديدكتبل 1000 فهو اللي هيدفع. والمرايه كلها ب $400-$500. عشان كده برضو في حاجات معينه احنا بنقدر نضيفها. افرض النهارده انا عندي ديدكتبل 500 مش $1,000 وعندي الازاز اللي قدامي اتكسر، طب الازاز كله ب $400 بالظبط. فاحنا عندنا في الانشورنس من الحاجات اللي احنا بنعملها حاجه اسمها جلاس ديدكتبل باي باك، بمعنى ان لو انت اي ازاز في العربيه، الازاز ده ممكن يكون الازاز اللي قداماني، ممكن يكون الازاز اللي ورا الجانبي، ممكن تكون بانوراما روف، يعني العربيه اللي هو عارف البانوراما اللي هو بيبقى اللي فيه ازاز فوق، ازاز اتكسر. فانت بتكلم الشركه عندنا تعمل معاهم كليم،
ممكن تقول لهم انا عايز اروح معاكم مع احد الشركات اللي انتوا بتعملوا فيها الازاز، يعملوا معاه ابوينتمنت، يجوا يروحوا معاه لغايه البيت، يروحوا له البيت او الشغل معاهم المعدات، يشيل الازاز متكسر، حط ازاز جديد، ويدفع بس $100. ايه ده فعلا؟ yeah. طب وده بيدفع له انشورنس ولا ده كده من الشركه ولا ده ايه؟ في حاجه احنا في كفر عاملينه للجلاس للديدكتبل للوينشيلد او لاي ازاز في العربيه، ان هو الديدكتبل بتاعه $100 ملهوش دعوه بالديدكتبل بتاع الحوادث. وفي الحاله دي حتى برضو ما ياثرش، حتى لو غير الازاز مره او اتنين ما ياثرش عليه في الريكورد ان هو عمل كليم وصلحنا له الازاز. فدي برضو وتكلفتها كام؟ $100 30 سنت 40 سنت على مجال الست شهور كلها. يعني هو بتزيد 30 سنت ويبقى هو يحمي الازاز العربيه، يحمي الازاز بحيث ان هو بس طبعا لازم يكون عنده فول كفر العربي، فول كفر ما يبقاش الرود سايد اسيستنت. المفروض النهارده واحد عنده عربيه قديمه 1989 و1998 وحتى لو عربيه جديده، يعني النهارده واحد كلمني قال لي العربيه 2017 نسي المفتاح جوه. بتحصل. فانت لما بيكون عندك رود سايد اسيستنت، احنا طب هي عندنا دي كمان بيكلم الانشورنس احنا المفتاح. عندنا في الانشورنس بيبقى حاجه اسمها رود سايد اسيستنت، بتبقى حوالي $2 في الشهر، بيبقى ليه 3 مرات في خلال الست اشهر. الجاز عنده خلص يجي يحط له جاز، قفل على المفاتيح نيجي نطلع له المفاتيح. العربيه وقفت ولازم تتشال بالتوينج، يشيلها له الليمت مايل معين. كاوتش نام يجي يحط له السبير. فعنده 3 مرات يستعمل، مره دي ومره دي، المهم عنده 3 مرات في الست اشهر. النهارده هو لو مش عامل الخدمه دي من $2 او دولار ونص في الشهر مشكله، هيتدبس في. طب ما هو كل الحاجات دي مع بعض هتلاقي في نفسك في الاخر بندفع كتير. ما ابدا ما كل الكلام ده if added up تتكلم ايه؟ 7-8 دولار. ما هو تاني، ما هو 7-8 دولار على 8 دولار على 5 دولار على 2 دولار. طب كتير نسبه الحاجات دي احتماليه حدوثها ايه؟ كتير. طيب خلاص يبقى انت هاف تو دو. هي دي فكره لان هي مره واحده بمجال 2-3 سنين رود سايد اسيستنت كوست. لو وقفت معاك العربيه مره، وبقى مره كنت رايح لاس فيغاس والعربيه ده فلو فجاه الكاوتش اللي قداماني ضرب، وفين 80 فاضل 80 مره عشان اروح لاس فيغاس. اول ما كلمت شركه جم وراحوا شايلين العربيه ودوا على السيرفو. طب انا النهارده لو مش عامل الخدمه دي، لا دي مشكله، ادفع كام؟ $400 بقى، 500 دولار. فهو كده، هو كده انت بتعملي عشان تاخدي ادفانتج او تاخدي سيرفيس تحميكي. في حاجه اسمها جاب انشورنس في البوليسي اللي بنيجي نعملها، دي مهمه قوي. يعني ايه جاب انشورنس؟ يعني ايه جاب انشورنس؟ انا النهارده رحت عربيه، رحت انت اشتريتي عربيه 2017 ليس ومدي لك بروموشن هايل، ما دفعتيش زيرو داون بيمنت. انت طالعه من الديلر اوريدي خسرانه 3000 في العربيه. ليه؟ ليه؟ تاكسز ولايسنس، بتتحط مصاريف فوق تمن العربيه بس حطوا خالك هي على البيمنت. يبقى انت النهارده طالعه من العربيه، طالعه من الديلر، دي نمره واحد. نمره اثنين، بمجرد العربيات الزيرو دي ما تحطي رجلك فيها العربيه بتنزل 2000 3000. يا عيني اكتر من كده كمان. طب جيتي اخر السنه انت سوقتي بتاع 20000 مايل فالعربيه كمان الديبريشن بتاعها او سعرها ده نزل. طب برضه النهارده اسمه الصليب، اخر السنه دي حصلت حادثه والعربيه توتال لوس. فاذا النهارده انا كشركه انشورنس بقول لك الفاليو بتاعت العربيه دي النهارده سعرها وكمان واخده خبطه من هنا ومش عارف ايه وكلام زي كده، النهارده سعر العربيه دي 15000 دولار. بس اللون اللي عليكي 22000. طب نعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ في الحاله دي جاب انشورنس اللي انت حاطاه تقريبا في رينج من $8 ل $10 في الشهر، بيدفع الفرق ما بين قيمة العربية از ماركت فاليو توتال لوس واللون اللي عليك. اللون اللي عليك. يبقى انت كل ما في الامر تروحي ترمي العربية وتقول لهم سلام. بس وهم دفعوا ثمنها. وهم دفعوا ثمنها. يبقى هم دفعوا. وكأني انا برضو ما خسرتش حاجة، طبعا الانشورنس هيزيد عليا بس يعني. ما هي ما حصل بقى. واخد بالك؟ فاحنا يبقى انت في الحالة دي، ما هي بصي انت بتشتري حاجات بحيث انك انت تحمي نفسك. بس بنيجي نعمل ايه؟ نوظف او نحطها كده بتسميك سنس. ما ينفعش اديلك جاب انشورنس واعمل لك 15000 للي قدامك. اوكي واخد بالك؟ ما اديكيش ديدكتبل $250 فلازم برضو اللي قدامي بيبقى نسبه عاليه او يعني تعويض عالي. ما اديكيش ديدكتبل 250 عشان لو حصل حادثه تدفع بس 250
وحاطط لك 15000 لايبيليتي للي قدامك. يبقى اذا انا لما باجي مع بشوف الحاجات اللي ميك سنس، في حاجات معينه تضيعني لو حصلت ابتدي احميها بنسبه معقوله، وبعد كده ابتدي اشوف دي 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 دي, 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 دي. وبعد كده اشوف طب واحد يجي يقول لي طب مثلا انا مقتنع بال100 300 وعايز الجاب انشورنس بس دي ب 120 وانا حاطط البادجت بتاعتي 100 دولار بس، هو طب خلاص بدل ما انت كنت هتحط الديدكتبل 500 حط الديدكتبل 1000 بس المهم يكون عندك ال 100 300، مهم يكون عندك الجاب انشورنس فتلاقي نفسك انت عندك 100 300 100 وبتدفعي برضه. هنا انا بقول مثلا هي نفسها ال 100 دولار بس احنا وظفنا البوليسي بس هو الفلوس اللي عليها تبقى اكتر شويه او يدفع نفس الرقم بس هو حامي نفسه. ما احنا حادثه حصلت، الحادثه دي ممكن تكون مرايه او ممكن تبقى فيها مشاكل كتير، نحمي المشاكل الكتير بنسبه معينه وبعد كده نبتدي نبني السيستم. عارف لما يكون واحد عنده كده بتفصلي له بدله واخد بالك، كل واحد عنده على حسب على الكيس بتاعته. طيب عندي سؤالين. اول حاجه فكره ان الانشورنس بيزيد عليا بحجم الفلوس اللي بتدفع للحوادث، يعني سي حادثه اتصرف عليها 10000 غير حادثه اتصرف عليها 300 دولار او 400 دولار، يعني الزياده بتبقى نسبه ايه؟ انا ازيد الانشورنس بيزيد عليا كل شهر، هل نسبه من اللي بيدفع بتزيد ازاي؟ طب انا هقول لك حاجه، ممكن حادثه تكلف 20000 دولار تكلف 30000 دولار وتاثر عليكي في الانشورنس بنسبه اقل من حادثه تاني تكلف 25000. لا تاني تاني ممكن الانشورنس بتاعك يزيد بنسبه اعلى من حادثه تكلف 25000 ازيد من حادثه كلفت 30000. طب ليه؟ بادي انجري بمعنى لو انا النهارده الحادثه بتاعتي فيها اصابه جسديه يعني هي الاصابه الجسديه هي المفيد. تمام، ليه؟ الاصابه الجسديه ممكن تمتد اكتر من كده. أوكي. فاحنا عندنا لو انت الريكورد بتاعك كويس حصلت حادثه بس فيها عربيه واتصلحت بيشيلوا منك السيفتي درايفنج، لكن لو فيها بادلي انجري يشيل منك السيفتي درايفنج ويشيل كمان الجود درايفر ديسكاونت، فبتبقى النسبه على مع ان الفلوس اللي دفعت هنا اقل من الفلوس اللي دفعت الثانيه. دي طبعا بتفرق. حته بقى لما نيجي نقول 10300 دايما على حسب كل شركه، ممكن تكون 250 300 400 ما تشيلش ولا حاجه بتبقى زي فولت فري. ال 300 دولار والحاجات دي معظم الاوقات بتبقى فولت فري، لكن طبعا لو دخل فوق ال 650 برضو كل شركه على حسب هو بتصنفها ازاي بتبقى ليها نسب. ممكن طبعا بيبقى في نسب بس ما تقدريش تلاحظيها قوي. وانا بقولك يعني هو في حاجات ملحوظه طبعا بس في حاجات مش ملحوظه. طيب سؤالي الثاني، حضرتك بتقول في اللي هم الصغيرين اللي هم الوقت اللي هم بيسوقوا بال قبل ما يطلعوا الدرايفر لايسنس وبيسوقوا بس مجرد بالبيرميت وبيبقى حد معاهم من اهاليهم يعني، بس مش بيتعمل خالص انشورنس، مش بيتعملهم او يعني ده عادي مش بيدفع له. هو مش بيدفع له، معناها ايه يعني؟ بيتضاف بالبيرميت. اوكي، فاحنا عارفين ان ده ابنك وبنتك وهو متضاف بالبيرميت فمن حقه يسوق من غير ما ياثر في السعر لغايه لما ياخد الرخصه. ليه؟ لان احنا بنعتمد ان هو بيسوق ومامته وباباه جنبه فبيبقى فيها نوع من الحرص. اول ما بياخد الدرايفر لايسنس يبقى هو المسؤوليه عليه، لازم بقى يتحط از اوكي درايفر از درايفر. اوكي، مفيش حاجة اسمها ماما أنا معايا أصحابي هعدي عليهم وهنروح نلعب كورة مع بعض. حصلت ثلاث مرات. يعني إيه واللي هو اللي معاه بالبيرميت قصدك؟ أو حتى لو معاه رخصة. أوكي، 17 18 سنة. بس في وحتى لو مش في سن معين. لا ثواني، إيه المشكلة إن هو ياخد أصحابه ويروح؟ حصلت حادثة. خلاص؟ هو عنده هيلث إنشورنس بس أصحابه اللي معاه مش ما هم محطوطين على القضية. يعني هو مسؤول عن اصحابه اللي معاه؟ ممكن يرفعوا عليه قضيه هو، لان اتس لايبيليتي. انا النهارده لو دخلت عندك بيتك ما تعزمنيش وبعد كده وقعت عشان انت ابدا ممكن ارفع عليك قضيه. فاهم ازاي؟ فذيس از يور لايبيليتي، ذيس از يور بروبرتي. العربيه دي حاجتك وانت خدتي ناس معاها وممكن يكون الاهمال منك انت عملتي حادثه فاذيتي فممكن يعني دي تبقى مسؤوليه يعني، بس دي بتحصل يعني
ثلاث مرات السنه اللي فاتت مع مصريين كمان. وحد مش عارف حبيبي انتوا رايحين تلعبوا باسكت بول، خد. طب ازاي تلعب باسكت بول وانت اساسا ماينر 17 سنه ومعاك رخصه وتاخد اصحابك ماينر زيك؟ ما ينفعش. طب يعني بس هو حتى لو 17 سنه وبقاله سنه بيسوق مش من حق برضه ينفع ان هو ياخد اصحابه؟ لا، بس هيز ماينر. ماينر اوكي، المفروض ان كنت يكون اللي معاك اكتر. اكتر. وبعد كده يكون انك انت تاخد معاك حد في العربيه سلايبيليتي عليك. او مثلا واحد يجي يقول لك انا عامل حساب ان انا بعد ما اخلص شغل بجيب العيال من المدارس. سلايبيليتي. انا ابن عمتي جاي من مصر. ايوه دي الحاجات اللي وانا ممكن اديله العربيه اختلافها شويه. هاخدها يعني. شهر. ماشي، بس لو حصلت حادثه هيبقى هو اللي مسؤول صاحب العربيه. انا عندي ابن عمي وهو موجود هنا وانا هديله العربيه، بس انا ناصح فهخليه هو يعمل عليها انشورنس وانا الغي الانشورنس. وهو يلغي الانشورنس؟ وهو والتاني هيعمل انشورنس. هاي عمل حادثه، مين الريجستر اونر؟ صاحب العربيه برضه. انا اتس لايبيليتي. دي قصه. طب طيب في حاجه تاني كمان، لو حد اتاجر عربيه ولو انا اتاجرت عربيه واديتها لحد قريبي يعني. انا اجيبها لك بقى تسلسل، هتسالي اسئله جامده. بصي، انت النهارده عندك عربيه فول كفرج. لو انت اجرتي عربيه لازم تكوني انت اوريدي صاحبه العربيه اللي عندك فول كفرج، فالكفرج اللي عندك اكستند لاي عربيه تأجريها مش تستلفيها. وما تزيدش عن 30 يوم. والا ما تبقاش رينتر كار. يعني دخلتي في ليس. يبقى اذا انت النهارده لو انت رايحه تأجري عربيه 3 اشهر ما ينفعش تاخدي. لو حصل حاسه هيجي يقول لك طب ورينا الكونتراكت لمده قد ايه؟ لو اكتر من 30 شهر ما ينفعش، يبقى لازم تشتريها انشورنس. بس وما ينفعش يديها لحد كمان؟ طبعا. ليه؟ لانك انت النهارده لما بتروحي تاجري العربيه مين اللي مضى؟ انا. وخد انشورنس مين؟ انا. يبقى ازاي انت اديتيها لحد تاني؟ يبقى انت ممكن تقدم از درايفر. خلاص؟ طب اديكي حاجه تانية. عديت عليكي قلت لك لو سمحتي امل اديني السلف العربيه بتاعتك. ما اعرفش هتدهني ولا لا، بس انا هو في مصر كنا بنعمل الحركات دي على فكره يعني. واخدت العربيه بتاعتك وحصلت حادثه، انشورنس مين اللي هيدفع؟ وهل الانشورنس بتاعك هيدفع ولا لا؟ اكيد الانشورنس بتاعي لا الانشورنس بتاعي مش هيدفع، بس يعني الانشورنس بتاعك هيدفع. هيدفع؟ الله، طب ما انا معايا انشورنس. انشورنس على العربيه بتاعتك انت. وانا استلفت منك عربيتك باي يور بيرميشن. الله، طب لما الانشورنس بتاعي انا هيدفع، طب انا اللي اضيف ليه ابني وادفع اكتر؟ لا، ليه؟ لاني انا مش قريبك. مش عايش معاكي في البيت. الدرايفر لايسنس بتاعتي الادرس بتاعها مختلف، وانا استلفت منك العربيه باي يور بيرميشن وان تايم. فلو انا عشان كده يجي واحد يقول لي ابني عايش في كندا وجاي 15 يوم هنا وهيسوق العربيه عايز اضيفه، قال له مش محتاج تضيفه. ليه؟ لان هو جاي جاست تمبوري وهياخد منك هيستلف منك العربيه دي هيسوقها مره او اتنين وخلاص. فهو من حقه ان هو يسوقها من غير ما تضيفه علشان ابنه، حتى لو مش ابنه. واخد بالك؟ بس هل ده لو حصل حاجه تبقى ريسك على صاحب العربيه؟ طبعا، بس يعني ايه؟ خلاص هي فاميلي ممبر وانا لكن مش هقعد اطبق لان ليها ريسك برضه. طبعا. لكن يبقى اذا هنا، لكن ابني او بنتي ما ينفعش. لان انا ماضي على الكونتراكت قلت ان انا لو اي حد ريليتد ليا عايش معايا في البيت اكتر من 16 سنه مع درايفر لايسنس وعنوانه عليا باي لو اي هاف تو. ولو انا خبيت بيجي يعملوا معايا انفستيجيشن، بتحصل حاجات كتير. يجي يعملوا بيقولوا لي ايهاب احنا وي هاف ان اكسيدنت وعرفنا ان ده ابنه، انت عندك اي نوليدج؟ اي دونت نو. ما قالكش؟ طب انت سالته قلت له ايه؟ اقول له انا دايما لما باجي اسال بقول له مين تاني هيسوق؟ فانت يبقى انت يو بريتش ذا كونتراكت. ليه؟ لانك انت على اساس المعلومات اللي بتتهاني انا حطيتها. عشان كده لما نيجي بنعمل الانشورنس لاول مره والسيستم عندنا احيانا يطلع اسماء واحنا مش عارفين الشخص اللي متعامل معاه، واخد بالك؟ اقول له طيب ماشي هضيفهم،
وبعد كده اعمل اكسكلودد درايفر، يبقى انا مضيته ان هو بيتعهد ان الناس دي ما يعرفهاش او ان هم بالذات لو كانت اسماء متشابهه. ايه ده فعلا؟ يعني انتوا بتطلعوا الاسماء المتشابهه؟ احيانا في لاست نيم متشابه جدا كتير، احيانا السيستم يعمل كده. لكن طبعا لو مثلا انا بعمل لماريان وامجد وفجاه لقيت هوزينو فيلو، لا طبعا مختلفين يعني. يعني بتبقى طبعا على حسب، فبقول لي لا، فبقول مثلا اوت اوف هاوس هولد، او يجي يقول لي انا ما اعرفش مين ده، انون، او ممكن يقول لي ده ابن خالتي بس هو مش عارف معانا اني مور، فاعمله اوت اوف هاوس هولد. لا ده ماما ومعها رخصه بس عايشه معايا بس ما بتسوقش، اضيفها وامضيه ان هو مش ان هي مش هتسوق. اوكي. او احطها ويبقى ليها تشارج طالما هي ضفت از درايفر. طيب هل في قوانين جديده الناس مش عارفاها في الموضوع الانشورنس والعربيات وكده؟ طبعا في دلوقتي، طبعا الريت بتاعتنا بتاعت كاليفورنيا عموما اتس جامب اب من اب. ليه؟ للحوادث. فانا الزحمه زادت قوي لان في 2015 اي ثينك ذي هاف بيج لوس اولموست 600 مليون دولار انا وات اي هيرد للكليمز اللي حصلت دفع اوفر. فدلوقتي بيبتدوا بيدققوا الناس اللي جايه جديد اللي هي معاش كاليفورنيا درايفر، كل شركه دلوقتي بقوا فيري ستريكت بيدققوا القوانين عشان يقللوا اللوسز. فالاول كان مثلا ممكن انت عندك ثلاث عربيات وانت وجوزك وبتاع، ويجي مثلا ابن عمتك من مصر معهوش رخصه مع انترناشونال، فيضيق تضيفيه دلوقتي ما نقدرش احنا دلوقتي كفرم. ما ينفعش بس ممكن نحطه في سيستم تاني مع شركه عندها اسمها بريستل ويست، ويقدر هو يسوق بالانترناشونال درايفر لايسنس بس بتبقى ريت اعلى، فيبقى هم عارفين ان الموضوع ده فيه ريسك اكتر. ما فيش حاجه اسمها انك انت تمشي بالعربيه والانشورنس مش حاطه، حتى لو معاك لازم الانشورنس يكون في العربيه. دلوقتي اللي انا سمعته لسه من شهر فات يقول لك البوليس لو وقفك صحيح انت معاك، ممكن يكون على التليفون ما رضيش ياخده، يقول لك يبقى روح الكوريت، وممكن يعمل لك في السيتيشن اللي اديها لك يقول لك اتس انكوركتبل، يعني احنا البوليس هتبقى في العربيه مش كده؟ يعني لو هو في دلوقتي البوليس ممكن على حسب البوليس وعلى حسب السيتي، حتى لو معاك الانشورنس بس مش موجود معاك في العربيه بس معاك في البيت، يدي لك سيتيشن وبعد كده كان يكتب لك ان هي ما تتصحش تروح للكورت يقول لك معلش اتس. طيب هما بيقولوا لي في الكنترول روم لو معاك الاي دي ديجيتال على التليفون خلاص مش مهم. احيانا دلوقتي على حسب البوليس، يعني انا لسه واحد من شهر ونص تقريبا قلت له معايا التليفون، قال لي لا انا خلاص اوريدي كتبتها. قال له طب انا معايا التليفون شوفها، قال له لا انا خلاص كتبتها يبقى انت غلسين بصراحه. وواحد تاني مش موجوده معاه ما تتصححش. يعني حتى لو انت معاك الانشورنس في الفتره دي ساري، قال لك ان هي مش دي حاجات جديده، يعني دي لسه اوكي دي حاجه لسه كان زمان كان زمان طالما عندك هتروح يقوم شايلها لك وخلاص، يقول لك لا هيصلحها لك بس ستيل هتتحط على الريكورد بتاعك. اي حد خد سيتيشن لازم ياخد لها مدرسه ترافيك سكول او يدفع الانشورنس زياده. انا بس دي بتبقى صعبه قوي، لان طب ما هو هتقعد على الريكورد بتاعه 3 سنين ما هياش شهر ولا 2 ولا 3، فانت خد المدرسه بحيث ان ما تتحطش، وانت المدرسه عندك مره واحده كل 18 شهر. فانت لو خدت مدرسه النهارده وجيت بعد سنه ونص خدت تيكت ما تقدرش تاخد له مدرسه. او لو انت خدت مثلا سبيدنج تيكت اوفر 100 ملوش مدرسه لان عليها بوينتس. فطبعا في قوانين كتير في هو طبعا موضوع كبير جدا، ولسه طبعا كان عندنا اسئله كتير وكمان انواع الانشورنس الثانيه، بس اكيد هيكون لنا وقت تانية وحلقه تانية وهنكون برضو بنعلن عنها علشان تكون الناس رجعت للانشورنس او للوثيقه التامين نفسها وشافت التفاصيل ورجعت تسالنا ايه التفاصيل علشان نرد على الناس. ده هو الكونكلوجن بتاع النهارده بالظبط، يعني هم يشوفوا البوليسة التامين بالظبط ويتاكد من الحاجات دي. بشكرك جدا جدا استاذ ايهاب، وشكرا لوجودك معانا في الحلقه وكانت معلومات مهمه جدا. أعزائي المشاهدين، أتمنى أن احنا نكون لفتنا نظركم لحاجات كتيرة أو ممكن يكون ما فكرناش فيها أو ما حدش قالها لنا، لكن مهمة جدا أن احنا ناخد بالنا منها وإحنا بنعمل إنشورنس عربية،
ونشوف التفاصيل بالظبط ايه المفروض ادفع كام في الشهر والمفروض هستفيد ايه والتعويض هيكون كام. ده مهم جدا وهيكون لنا حلقه تانية هنكون بنعلن عن الميعاد بتاعها واي حد يجهز عنده اسئله يجهزها ويبقى يتصل بينا في الحلقه التانية. شكرا لكم لمتابعتكم والى اللقاء في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.